تكون من اي مكان في العالم. صباح الهنا والرزق والسعاده وكل حاجه حلوه يا رب. وعشرة الصبح في الاهلي وبدايه الاسبوع معانا اخبار مختلفه، وكمان طبعا في بعض الاخبار سواء بنتكلم عن الكره المحليه او عالميه. عارفه طبعا كلنا دلوقتي بنتابع فتره التوقف، لكن ده ما بيمنعش الماتشات في منتخب او عفوا في مختلف انحاء العالم. صباح الهنا. صباح الفل عليك يا نهوان. صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. زي ما نهوان بتقول لحضراتكم عندنا كلام كتير عايزين ندردش فيه مع حضراتكم في حلقتنا النهارده. ده طبعا غير الفقرات الحواريه، بالمناسبه واحده منهم هتنورنا فيها شيماء سامي وهي بطله مصر وافريقيا في الريشه الطايره البارالمبيه، وفقره ثانيه هينورنا فيها الاستاذ احمد عبد الفتاح نجم النادي الاهلي السابق، وطبعا عندنا حكايات كتير هنحكي معاه فيها. بص بقى، انا بحب جدا لما يبقى برنامج، وخصوصا لو اتكلم على برنامجنا، متبني ملف معين وبعد كده الملف ده بيلاقي صدى على الارض، ده بحس ان هو الى حد كبير نجاح الحمد لله. فانا هاجي او هبدا كلامي واقول الحمد لله، لان احنا كنا من اوائل البرامج اللي اهتمت وناقشت اهميه التاهيل النفسي لاي رياضي. كنا دايما بنتكلم على سواء بتتكلم على مستوى الالعاب الفرديه او حتى الجمعيه، ناقشنا الموضوع ده يمكن اكتر من 100 مره، ونبهنا قد ايه دي حاجه مش ترفيهيه ولا استثنائيه ولا حاجه معموله علشان الشكل العام، لا ده عنصر اساسي في كل دول العالم وموجود في كل الرياضات. خلينا بقى ننتقل لمصر. ايه اللي حصل اخيرا؟ اخيرا في قرار رسمي يخص كل هنا بنتكلم المنتخبات، صدره او اصدره دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ووجه بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الاتحادات الرياضيه خلال الفتره اللي هي المقبله باذن الله، وهيتم التاهيل او تاهيل جميع اللاعبين من خلال برنامج يعني المعد النفسي الرياضي اللي بتنفذه وزارة الشباب والرياضة. وده طبعا يعني بيدل على أهمية تعزيز الجانب النفسي في المجال الرياضي في العموم، والعمل كمان بجدية لتحقيق هدفنا في تحسين أداء اللاعبين وتطوير أصلا الفرق الوطنية. والتاني هرجع أقول ربما البعض كان بيشوف هذا الملف يا كريم نوع من أنواع الرفاهية، وناس كانت حتى تقول لك أنا ما عنديش البادجت، حتى من الفرق الأولى لكرة القدم يقول لك في الأندية المختلفة يقول لك أنا ما عنديش البادجت اللي تسمح بده، واللي عنده بادجت بيتكلم إن اللعيبة نفسها مش قابلة ده كالثقافة كده موجودة بشكل كبير. لكن أنا مؤمنة جدا إن الموضوع لما يبتدي يتفرد بشكل رسمي هيبتدي الناس لما هتجرب، لما هتشوف فارق كبير جدا، لما هتبتدي تقتنع أصلا، فبالتالي ده هيبقى شيء خلاص موجود. ويمكن العكس بقى هو اللي يبقى صحيح، هيبقى عدم وجود معد نفسي أمر هو اللي هيبقى عليه اختلاف. خطوة مهمة جدا حتى وإن اتأخرت حبتين بالزبط. بس كويس قوي إن هي حصلت. وبرضه شيء لطيف لما ناخد بالنا إن السيد وزير الشباب والرياضة بيستجيب للمطالب المشروعة المنطقية اللي المفروض كانت تبقى موجودة أصلا بقالها فترة طويلة. فطبعا شكر محمود يعني من طبعا معالي الوزير، وأتمنى ونتمنى كلنا أكيد إن احنا نشوف لهذا الأمر ولهذه الخطوة انعكاسات طيبة على المستويين الفردي والجماعي في كل الرياضات المختلفة. أكيد وجود العنصر المهتم أو المعني بالتأهيل النفسي دي حاجة ما تقلش أهمية بأي حال من الأحوال عن أوجه التأهيل الأخرى، التأهيل النفسي صحيح. في بعض الأحيان ده يمكن في كتير من الأحيان ممكن يكون أهم بكتير من أي طبعًا. حاجة تانية. وشفناه على فكرة، شفناه كتير طبعًا. وشفناه طبعًا. أكبر دليل مع الفريق الأول عندنا يا كريم. أيوه عشرات المرات صحيح على رأيك يعني. صح صح. عموما وزارة الشباب والرياضة بتنفذ حاليا المشروع القومي للمعد النفسي الرياضي اللي طبعا بيهدف إلى تعزيز الصحة النفسية للرياضيين وكمان للمدربين وللإداريين في جميع الاتحادات الرياضية. ابتدت بالفعل الوزارة في تنفيذ هذا المشروع مع 7 اتحادات رياضية، هي اتحاد ألعاب القوى ورفع الأثقال والمصارعة والسلاح والجودو والرماية والتايكوندو، بالإضافة طبعا إلى البدء بتنفيذ مشروع المعد النفسي مع اللجنة البارالمبية، ودول اولى كمان واهم جدا ان ده يتعامل معاهم طبعا على ان يتم تنفيذ المشروع تباعا مع باقي الاتحادات الرياضيه وفقا لخريطه اولمبياد باريس 2024. الحقيقه قرار مهم جدا وسليم جدا ومفيد جدا لكل ابطالنا في المنافسات القادمه، خصوصا في دوره الالعاب في باريس. عموما برضو تعالوا نتكلم بشيء من التفصيل عن هذا القرار وخلفيته وجدواه وبدء التنفيذ فيه ابتداء من امتى بالظبط. كل ده هنتكلم فيه مع دكتور محمد صفي الدين استشاري الاعداد النفسي الحياتي للمنتخبات القوميه. يا دكتور صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك وصباح الفل عليك جميعا ان شاء الله. اهلا صباح بيك. لو حضرتك متابعنا من شويه كانت نهواند بتقول وده حقيقه وواقع ملموس، احنا يمكن من اكثر البرامج اللي اتكلمنا باستفاضه على اهميه التاهيل النفسي، وكثير ما كنا بنندهش من عدم وجود متخصص في هذا الاطار. فطبعا طبقا لرؤية حضرتك أهمية صدور هذا القرار وانعكاساته على اللاعبين سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.
طبعا قرار مهم جدا، واولا صباح الخير على حضراتكم وبشكركم، انتم من اوائل الناس فعلا والقنوات اللي كنت بتفوكس على الموضوع دوت. اتكلمنا فيه كذا مره مع بعض في الاستوديو. من اهم الحاجات اللي كان بي يعني ممكن تواجه اللاعب الناحيه النفسيه، مش بس في البطولات، احنا بنتكلم في بدايه السيزون، في نص السيزون، في وقت لو في تاهيل اتاخر شويه للاولمبيكس، في وقت الاولمبيات نفسها كنا بنتكلم ان ليها تحضيرات معينه. ممكن اللاعب بتاعنا كان يبقى جاهز 100% من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن كل حاجه، بس نيجي عند الناحيه النفسيه كانت بتبقى عنده فيها مشكله. صحيح. فطبعا بشكر دكتور اشرف صبحي ووزاره الشباب والرياضه، هم يعني داعمين دايما لينا من زمان وبقى لهم فتره كبيره جدا احنا بنتكلم في الموضوع دوت. وعايز اقول لحضرتك على حاجه برضه مهمه، كان في سبب في اولمبياد طوكيو دكتور اشرف كان بيساعد جدا في موضوع الاعداد النفسي، دلوقتي الحمد لله ان هو الموضوع بقى رسمي ومقنن في كل الاتحادات. فعلا يعني هيرفلكت جدا جدا على كل اللاعبين ان خلاص احنا يعني عارف المثلث اكتمل. حضرتك فاهم ان المثلث خلاص التدريبي اكتمل، مفيش حاجه هتنقص اللاعب. في لعيبه كتير بتبقى عندها مشكله في الناحيه النفسيه بسبب ان احنا في البطولات نفسها، ليله البطوله بعد لما بيكون خلاص هو عمل كل حاجه وهيلعب الصبح، عقله بيقعد يفكر. احنا كنا بنتكلم في موضوع الاوفر ثينك والتفكير الزايد. دكتور محمد حضرتك معانا؟ حضرتك معايا كده؟ هو الصوت كويس بس قطع شويه، معلش اتفضل. طيب حضرتك معايا كده؟ كويس اتفضل. سامعيني كده افضل؟ يا فندم سامعيني يا دكتور. اتفضل. فبقول لحضراتكم احنا كان يعني كان في بطولات كتيره كنا رايحين نكسب ونخلص قبل كده، وكان مثلا ممكن ليله البطوله بسبب ان اللاعب بيفكر، عقله بيفكر هعمل ايه بكره، طب هكسب طب اخسر، الافكار اللي ممكن تضر اي حد. صحيح، الضغوطات الطبيعيه يعني. صحيح بالظبط، الضغوط طبيعيه جدا، فكانت دي ممكن كانت فعلا ممكن تضر اللعيب او ممكن نخسر بطوله. فالحمد لله جدا ان بقى ده مقنن بشكل رسمي، وجود معد نفسي في كل الاتحاد وفي وقت كويس جدا. احنا معانا ان شاء الله سنه اهو ان شاء الله على الاولمبياد بالظبط، احنا معانا سنه لباريس، فباذن الله يبقى ليها صدى قوي جدا 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 باذن الله في كل المجالات الرياضيه مع اللعيبه او كمان مع البارالمبي، ده مهم جدا باذن الله. طبعا طبعا. صحيح. طيب انا عندي سؤال برضو، لو حضرتك عندك معلومه، يعني التاهيل النفسي طبعا بيكلف، فلما كنا بنتكلم في الملف ده في الفتره اللي فاتت كان رؤساء الاتحادات المختلفه بيقولوا لنا مش كل اتحاد يقدر على هذه التكلفه، فهل بقى دلوقتي مع القرار الصادر من دكتور اشرف صبحي ازاي هيتم توفير البادجت لده؟ يعني ده برضو سؤال مهم. بصي اقول لحضرتك على حاجه، هو مش مكلف التكلفه القويه جدا، هو يعني هو مش تكلفه بمعنى تكلفه، هي الفكره بس ان يكون في بند جوه الاتحاد او في الجهاز الفني ليه علاقه بالمعد النفسي زيه زي المدرب او زي اي اعضاء الفريق الجهاز الفني. الفكره ان قبل كده ما كانش فيه المسمى ده، فكان الاتحاد ان هو يجيب معد نفسي كان مثلا بيستدعونا مره او مرتين، مش بشكل دايم. ان يبقى موجود داخل المعسكر، ان يبقى موجود مع اللاعب في البطولات اللي اللعيب بيحتاجها. شايف ان هي مش التكلفه الصعبه، لكن لما دكتور اشرف خلاص يعني اكد المعلومه بقى ده شرط اساسي موجود في الجهاز الفني. وانا اتوقع ان الموضوع ان شاء الله مش هيبقى فيه صعوبه كبيره باذن الله في كل الاتحادات، مش يعني، وخلي بالك حضرتك بس هو مش ست سبع اتحادات بس، هو يعني انا عارف ان القرار تم نشره على جميع الاتحادات الرياضيه. هو لازم يبقى فيه قرار فعلا صادر عشان يتم تطبيقه ويبقى ملزم. بس الشق الثاني المهم برضو حضرتك، ده بقى اختصاصك دكتور محمد، يعني التقبل المجتمعي وتقبل اللعيبه ده، لان مش كل اللعيبه عندها المنتاليتي اللي هو انا محتاج استشاري نفسي، انا محتاج تاهيل نفسي، مع ان كل العالم عامل الخطوه دي ومن زمان. وبطبيعه الحال لما يبقى فيه لاعب مثلا مصاب وقعد بعيد عن الملاعب 6 شهور او اكتر، لما يبقى فيه مثلا فريق اتهزم وراجع من موسم جديد، كل ده وغيره وغيره من الامثله بيبقى محتاج تاهيل نفسي مش بس تاهيل بدني وفني. فالمنتاليتي لسه مش كلها وصلها هذه المعلومة. إزاي حضراتكم بتشتغلوا على الملف ده أو النقطة دي تحديدا؟ خليني أقول لحضرتك على حاجة بصراحة، يعني إحنا كلنا محتاجين تأهيل نفسي، يعني كل الناس محتاجة تأهيل نفسي، مش اللاعب بس، يعني اللاعب، المدرب، الاتحاد، كل الناس محتاجة تأهيل نفسي. صحيح. ودي حاجة مهمة لينا كلنا. إحنا بنشتغل على ده إزاي؟ طبعا من خلال إحنا بنعمل ورش عمل دايما أو ورك شوب حسب المكان اللي إحنا رايحينه أو النادي الفريق. أنا نفسي لما بيتم دعوتي إن أنا مثلا هعمل تأهيل نفسي مع الاتحاد، بحاول في الاول اقعد مع الجهاز الفني قبل ما اقعد مع اللعيبه، وبعد كده بحاول اقعد مع اللعيبه افهمهم، عشان في بعض اللعيبه عندهم مصطلحات مغلوطه عن المعد النفسي،
صح. في ناس بتخلط بين الطبيب النفسي والمعد النفسي، وبيبقوا فاهمين ان انت طبيب نفسي فهتديني ادويه، يعني ده المصطلحين مختلفين عن بعض تماما. بس الكلام ده كان المفروض انه يعني ده الكلام ده كان قديم قوي يا دكتور، يعني ازاي لغايه النهارده في لعيبه يعني جدا عندها الانطباع بكده، يعني ابو مش قادره تميز او تفرق ما بين المعد النفسي الرياضي وبين الطبيب النفسي اللي بنروح له عشان عندنا مشاكل نفسيه. بالظبط. هو الحمد لله من بعد طوكيو الموضوع بقى افضل بكتير، لكن في بعض الناس لسه شويه عندها الفكر ده. فطبعا لازم انا عن نفسي لما بيتم دعوتي او شغل مع اي جهه لازم في الاول بفهمهم احنا بنعمل ايه والشغل ايه وهيفيد اللاعب ازاي. بس عايز اقول لحضرتك الموضوع اختلف عن زمان تماما، ان اللاعب خلال ما قعدنا معاه اول بس نص ساعه هو فاهم انت دورك ايه او هتساعده ازاي، بيبدا نتوكل على الله والموضوع بيفرق تماما في كل حاجه. ان شاء الله يفرق كمان بشكل ملحوظ للكل، ونسعد بهذا المستجد في دنيا الرياضه ان شاء الله. باذن الله ربنا يكرمنا يعني نجيب ميداليات باذن الله كمان، يعني افضل بكثير ان شاء الله. يعني انا متفائل خير والله، يعني يا مسهل الحال ان شاء الله يا دكتور، ده اللي كلنا بنحلم بيه. بنشكر حضرتك على وجودك معنا، شكرا جزيلا. شكرا جدا جدا دكتور محمد، وملف في غايه الاهميه طبعا. وعجبني الكلمه اللي دكتور محمد قالها، يعني كلنا محتاجين تاهيل نفسي، ده امر على فكره مش هزار، يعني لان زي ما الجسد وقلنا الكلام ده قبل كده بيمرض، النفس او الروح بتمرض فبتحتاج لعلاج. ودايما انت زي ما بتقول في فرق لازم نميز بين، او حتى على فكره الطب النفسي ملوش علاقه بالطب العقلي، يعني الخلل العقلي ده ملوش علاقه بان حد عنده نفسيه دلوقتي فيها عله او غيره، كل ده على فكره طبيعي لان احنا بشر في الاول في الاخر، فطبيعي ان احنا نمر بحاجات زي كده سواء على المستوى الرياضي الاحترافي او المستوى الهوايه او المستوى الناس العاديه، فده موجود يعني. لما كان بيقول التفصيله بتاعت ان كل محتاج تاهيل نفسي مش بس اللعيبه، اللعيبه والجهاز الفني والاداري، انا كنت بضحك ليه، لان حسيت ان حتى البعض من الجماهير محتاج اعاده تاهيل نفسي. ولا استثني احد. والله العظيم. طيب هننتقل بقى للمهم جدا، وخلينا نتكلم شويه عن الاهلي ونبدا كلامنا، بما ان انت او كلنا ما شايفين ما زلنا ان احنا في فتره التوقف يعني، ولسه امامنا تقريبا مش اقل من شهر على انطلاق كمان مسابقه الدوري. فخلونا نشوف كده ونرتب مع كل حضراتكم احنا داخلين على ايه، احنا داخلين كمان على كام بطوله الموسم اللي جاي، ومحتاجين ايه كمان عشان نحافظ على المكتسبات العظيمه اللي حصلت يعني اول الموسم. خلينا نقول ان الموسم الماضي هتبقى اولا بطوله، عفوا اول بطوله هنلعبها ان شاء الله هتبقى بطوله اعتقد هيكون احتمال كبير السوبر الافريقي يا كريم، والاحتمال كمان يكون الشهر الجاري هتكون امام اتحاد العاصمه الجزائري، دي اول حاجه. طبعا هو بطل الكونفدراليه، وبطوله السوبر الافريقي برده قبل ما انتقل منها يعني هي ليها اهميه كبيره جدا عند جمهور الاهلي، زي ما احنا عارفين ان اخر بطوله كمان سوبر اخذناها كانت على حساب الرجاء المغربي وكانت 2021، فيعني افتكر ان بدايه الموسم بتحقيق كمان لقب مهم زي ده هيفرق بشكل كبير جدا قبل انطلاقه الفريق، فده رقم واحد. طيب رقم اثنين او ثاني بطوله هندخل فيها هي كاس السوبر، واللي هتكون فيه برده العام ان شاء الله الحالي، وهتتلعب للمره الاولى بنظامها الجديد اللي عرضناه انا وكريم طبعا على حضراتكم تقريبا من اسبوعين، ولما رابطه الانديه قررت ان هي تكون من اربع انديه هم بطل الدوري الى طبعا النادي الاهلي، ووصيف الدوري نادي بيراميدز، وبطل كاس الرابطه نادي سيراميكا كليوباترا، وبطل كاس مصر اللي لسه ما تحددش هيكون يعني ما بين طبعا الاهلي وبيراميدز، وعندك الزمالك وام بي، يعني وارد جدا نشوف فريق رابع كمان في المسابقه، واكيد يعني الجهاز الفني واللاعبين عندهم رغبه في فكره الفوز كمان باول نسخه لكل او لكاس السوبر اللي هيتلعب في دولة الإمارات إن شاء الله يعني في الفترة المقبلة. وأنا بشوف الأول في الآخر كريم برضو ما نقدرش نحكم على التجربة هتبقى ناجحة ولا لا، هنشوف، بس ده النظام الجديد اللي هيبدأ إن شاء الله قريبا يعني. تمام. ومش دي بس البطولات اللي هيشارك وينافس فيها النادي الأهلي بضراوة، البطولة الثالثة اللي هينافس فيها الأهلي طبعا هي تعتبر من وجهة نظر كتير جدا من جمهور النادي الأهلي بصفة خاصة هي البطولة الأهم على الإطلاق، بعيدا بقى عن البطولات الدولية والقارية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي، أنا بكلمكم طبعا عن بطولة الدوري اللي تهم جمهور النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، وبطولة الدوري العام اللي احنا حاملين لقبها الموسم الأخير طبعا بجدارة، واللي إن شاء الله المفترض إن هي هتبتدي غالبا على الشهر اللي جاي وهتستمر تقريبا لشهر يوليو من عام 2024. الموسم اللي جاي هيكون فيه تحديات كتيرة في مسابقة الدوري لأسباب مختلفة، أهمها على الإطلاق فكرة إن أنت عندك أكتر من فريق عامل تدعيمات جيدة جدا وقوية جدا
في الميركاتو الحالي. واضح طبعا انه هيكون موسم للتاريخ. عندنا كمان في العام الحالي 2023 اول نسخه من دوري السوبر الافريقي، ودي واحده من البطولات المستحدثه اللي هيشارك فيها النادي الاهلي طبعا بصفته بطل القاره، واحد من اهم واكبر واعرق انديه افريقيا. طبعا الكاف قرر اقامه النسخه الاولى من دوري السوبر الافريقي بمشاركه 8 انديه بطبيعه الحال، من ابرزهم الاهلي وسان داونز والترجي والوداد. وبالتاكيد هي بطوله قويه جدا، يعني أخذت من بداية الإعلان عنها يعني صدى كبير جدا في الإعلام. البطولة اللي بعد كده أو البطولة الخامسة هي كأس مصر، التي يعني ما زالت فعالياتها لم تحسم بعد، وإن شاء الله طبعا يعني هنكمل في الموسم اللي جاي، واللي احنا حاملين لقبه الأخير بالمناسبة. كمان وصلنا زي ما حضراتكم أكيد متابعين لدور نصف النهائي من هذه البطولة، وهنلاعب إمتي في حالة الفوز هنلعب مع المتأهل من الزمالك وبيراميدز، وطبعا يهمنا جدا الفوز بالبطولة دي. ده غير إننا يعني هندخل كمان منافسات كأس مصر للموسم الجديد، البطولة السادسة، يعني هي يعني برضو من وجهة نظر ناس كتير من أهم وأقوى البطولات في إفريقيا، وهي دوري أبطال إفريقيا. وطبعا لا صوت يعلو إفريقيا فوق صوت النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة على حساب الوداد. لو حضراتكم طبعا فاكرين المرة ال11 في سيناريو دراماتيكي ما بيحصلش غير في أفلام هوليوود، يعني كان يعني ما يتنسيش الماتش ده. الحقيقة الأهلي عنده يعني باختصار شديد تحديات كبيرة جدا ومهمة جدا بتتمثل في الحفاظ على لقبه يعني الغالي، وأكيد أبرز منافسيه في هذه البطولة معروفين سان داونز والترجي والوداد والجيش الملكي المغربي طبعا وهو الوافد الجديد في هذه البطولة، وكمان أكيد النجم الساحلي اللي فاز بلقب الدوري التونسي. بص عشان نكون كملنا كل البطولات برضو خليني اتكلم عن البطوله السابعه، هي كاس الرابطه المصريه، واللي سبق للنادي الاهلي برضو الاعتذار عن المشاركه فيها، كانت النسخه الاخيره، وده نظرا طبعا لارتباطات كتيره للفريق، لكن هتفضل برضو واحده او هتفضل في اجنده النادي الموسم اللي جاي. وفكره بقى مساله المشاركه فيها مطروحه طبعا للمناشئين، هتكون اداره النادي والجهاز الفني، وسط برضو خلينا نقول التحديات يعني الموجوده الكتيره جدا للبطوله الموجوده. طيب ايه بعد كده عندك البطوله الاخيره واللي هي الثامنه اللي هيشارك فيها النادي الاهلي، هي كاس العالم طبعا للانديه، واللي دلوقتي تقدر تقول ان احنا اصبحنا يعني في الفتره كمان الاخيره ضيف دائم فيها. اتمنى ما نبقاش ضيف دائم بنفس الترتيب برضو او بنفس المراكز، اتمنى يكون في فارق باذن الله ان احنا افضل بكتير. يعني كل ما انت بيبقى عندك تطوير في المستوى في الاداء في الاداره الفنيه في اللعيبه في الصفقات، كل ده ممكن يفرق بشكل كبير، ومش ممكن هو مفروض يفرق بشكل كبير بعد كده في النتائج. فده كله زي ما بيتقال كده راب اب، او حابين نقول لحضراتكم يعني دلوقتي ايه البطولات اللي منتظرانا وايه التحديات اللي منتظرانا في الموسم اللي جاي، واهميه كمان الحفاظ على الالقاب المحليه والقاريه اللي حققناها لموسم يعني فات كان ولا اروع زي ما بيتقالوا، موسم فعلا استثنائي، مش بس عشان عدد البطولات اللي انت فزت فيها، عشان انت اتطورت في كل حاجه، فكل دي بتحسب، كل دي حاجات بتحسب طبعا في تاريخ النادي الاهلي وفي رصيد النادي الاهلي ككل منظومة. يعني ما ينفعش اللي احنا وصلنا له ده يا كريم ان انت تحسبه لحد، ما تقدرش تقول شكرا للعيبه فقط، ما تقدرش تقول شكرا لكولر فقط، ما تقدرش نقول شكرا لمجلس الاداره فقط، المنظومه كلها كانت اكثر من رائعه، المنظومه كلها كانت السبب في اللي احنا فيه، على راسهم الجماهير بالمناسبه، الجماهير جزء من هذه المنظومه. فعشان كده مبروك علينا كلنا موسم اكثر من رائع، ولكن لسه عندنا بقى موسم ثاني. ودايما هرجع اقول الجمله دي، لما ببقى خارج من موسم انا محقق فيه طفره كبيره جدا، اللي بعده بيكون أصعب، بيكون أصعب طبعًا. لأن أنت عندك أول طبعًا. حاجة يا كريم أنت لازم تحافظ على هذا المستوى، وتاني حاجة لازم تقدم ما هو أفضل عندك، لأن الجماهير بتكون منتظرة ده. فبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ككيان وكمنظومة ككل، يعني ولينا بإذن الله. يعني طبيعة الموسم اللي فات وهو كان موسم استثنائي وموسم بالتاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ده هيصعب المهمة جدا 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 قدام اللعيبة، بس كالعادة هم قدها وقدود، وإحنا ما عندناش ذرة شك في إن شاء الله الموسم الجديد هيحمل نفس القدر ما كانش اكبر كمان من كده من البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي. تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين، والحقيقه كل يوم والتاني بنستعرض مع حضراتكم يعني احدى المستجدات اللطيفه اللي قائمه عليها اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي. تعالوا نروح للجنه الطفل تحديدا اللي نظمت يوم ترفيهي جميل للاطفال تحت اشراف اللجنه العليا للجان واكيد الاداره التنفيذيه. تعالوا نتابع.
احنا طبعا ظهرت الفكره في اطار ان الاطفال في فتره الصيف بيقتصر شغلها بس على الالعاب، الموبايل، التابلت، الحاجات اللي هي بتبقى انهيلسي بالنسبه لعقل الطفل، فاحنا حبينا ان احنا نشغل الاطفال في الوقت ده بمهارات يدويه بتبدا تطلع منهم الطاقه، ومن خلال ده احنا بنعرف الطفل المبدع، الطفل اللي محتاج نشتغل عليه بشكل اكتر. فظهرت قدامنا فكره الورش، فاحنا عملنا هنا خطه بحيث ان احنا هنيجي كل اسبوع نعمل ورش للأطفال مهارية. الأسبوع اللي فات احنا عملنا ورش للبريسلت الأطفال، عملنا فيس بينتينج، عملنا مجموعة أنشطة. المرة دي بصراحة حبينا ان احنا نطلع بقى فكرة نعرف الأولاد يعني ايه خزف، يعني ايه صلصال، يعني ايه فخار. احنا بدأنا من اليوم الجمعة اللي فاتت مجموعة ورش لتنمية المهارات الأطفال، حاجات أرت، خرز، هاندي كرافت، ورش تلوين. احنا في الصيف وفي الاجازه والاطفال بيجوا يلعبوا، وسعداء بشده ان احنا موجودين، يعني كل مره بيسالونا هتيجوا امتى تاني. فالنهارده عاملين ورشه فخار الوان وبلالين وفيس بينتينج على الوش، والولاد مبسوطين واحنا مبسوطين وهم مبسوطين. شاركت المره اللي فاتت واللي قبلها في الورش اللي كانت معموله، الحمد لله الولاد مبسوطه جدا وفرحانه، عاجبها الشغل فور فان يعني. شغاله بعمل لهم فيس بينتينج النهارده، وهم الحمد لله الحمد لله يعني اتبسطوا، عاجبهم الشغل كله يعني، وقبل المره الجايه. هي حاجه كويسه جدا ان بتحبب الطفل في النادي وبتحبب الطفل في الانشطه اللي هو بيعملها، ويعني حاجه كويسه جدا بالنسبه للاطفال، بيبقوا فرحانين بالحاجات دي وما بتروحش من دماغهم يعني بيفضل بقى كل اسبوع يقول لك انا عايز اروح النادي مثلا في الويك اند عشان يجي ويحضر ايفنت زي كده. فحاجه كويسه جدا، وبنشكر لجنه الطفل في النادي يعني انها بتهتم بالاطفال وبتهتم بالحاجات دي. لا والله اليوم جميل جدا، دي واحد. تاني حاجه احنا متعودين على كده من النادي الاهلي، كمان اللي يعمل جديد في الجديد، والاولاد مبسوطه ويوم جميل الحمد لله. لمزيد اكيد من التفاصيل خلينا ناخد دكتور محمود شاهين معنا على التليفون، طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور بونجور، صباح الهنا في البدايه على حضرتك. صباح الفل يا مهندس كريم، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك وبنسعد بوجودك دايما وبنستفيد اكيد، ومهم جدا نعرف حقيقه الامرين، لان في ناس او في بعض الخبراء وفي بعض المنشطات اللي كتبت ان شهر 8 هيشهد يعني ارتفاع مش ملحوظ، لا ارتفاع شديد جدا وغير مسبوق في درجات الحراره، ومنهم المصري اليوم بالمناسبه كانت كاتبه مقاله زي كده، وعلى الصعيد الثاني ناس بتقول بالعكس هيبقى في يعني جو الطف ودرجه حراره الطف شهر 8 عن شهر 7. الحقيقه فين يا دكتور؟ وخلينا نعرف تفاصيل اكيد من حضرتك، اتفضل. هو طبعا حضرتك في البدايه احنا بنقول اول ما بتلاقي اختلافات في الاراء وانتقادات لبعض من مواقع التواصل الاجتماعي بنرجع لهيئه الارصاد الجويه على طول. بالظبط. الحمد لله الى حد كبير بيبقى توقعاتنا واخده مصداقيه كبيره بيشهد بيها الساده المواطنين. وده احنا قلناه من يوم 29/7، من يوم 29 يوليو اول ما بقى في كلام في هذا الموضوع وفي هذا الشهر عن شهر اغسطس، دخلت على طول هيئه الارصاد الجويه وقالت التنبؤ الشهري اللي بتطلعه هيئه بيقول ان في انخفاضات في درجات الحراره بدايه من 29/7 بنستشعرها بشكل ملحوظ خلال الاسبوع الاول من شهر اغسطس، وان كان هناك بعض الموجات شديده الحراره المعتاده في شهر اغسطس مش هتستمر اكتر، الموجه مش هتاخد اكتر من يوم اثنين بالكثير، مش هتكون بالاستمراريه اللي شفناها اكتر من 20 يوم في شهر 7. وده اللي حصل، ثاني اسبوع على طول في شهر اغسطس بدا يومين بس السبت والحد ارتفعت فيهم درجه الحراره على اغلب المحافظات كموجه ثانيه الحراره، ثم انخفضت من يوم الاثنين اللي فات واستمر الاسبوع كله درجات حراره حول المعدلات اقل من المعدلات. اجواء النهارده ما زالت تشهد بهذا الاعتداد في درجات الحراره. رائع جدا. طيب يعني كده نطمن، ولا برضو فكرة وجود الرطوبة بنسبة عالية هتؤثر برضو على الحرارة وبالتالي برضو مش هيبقى فيه فارق كبير؟ يعني موضوع الرطوبة ده برضو خلينا نطمن من حضرتك يا دكتور. وحضرتك طبعا ما فيش كلام من شهر 8 بيكون فيه ارتفاعات في نسبة الرطوبة، لكن الحمد لله درجات الحرارة تسجل حول المعدل وأقل من المعدل، ده بيقلل شوية من إحساسنا بارتفاع نسب الرطوبة، بالاضافه الى عاملين مهمين جدا بدانا نشوفهم خلال هذه الايام، هو نشاط الرياح في فترات الليل
ده بيخلي الاجواء فتره الليل ممتعه جدا بكثير من احساسنا بالتعنيف بالرطوبه اللي هي تعتبر العظمى بتاعت الرطوبه في فترات الليل. فنشاط الرياح بالليل قلل من احساسنا بالتعنيف بالرطوبه. ايضا تكون السفن المنخفضه والمتوسطه اللي بدانا نشوفها في الصباح الباكر عم بتكون سبوره مائيه احيانا، ده برضه بيقلل من ارتفاعات نسب الرطوبه او احساسنا بارتفاعات نسب الرطوبه الاولى. الفكر الواقع بيقول ان خلال هذا الصيف تحديدا في سحب موجوده في سماء القاهره ممتده من السواحل الشماليه قللت بالفعل احساس الساده المواطنين بارتفاع نسب الرطوبه. كويس جدا، يعني نطمن نقدر نقول. رائع جدا، نشكرك جدا دكتور محمود على هذه التغطيه، هذه المعلومات، شكرا لك. نحمد ربنا نحمد ربنا. الشهر اللي فات كان الاثنين اعلى من بعض نسبه الرطوبه ودرجات الحراره، صعب جداً. لو واحده في شهر 8 منهم نزلت شويه ماشي هتعدي، مش وحش كده كده يا كريم. فاضل بلغه الارقام اقل تقريبا من او تقريبا 40 يوم على انتهاء فصل الصيف، يعني اقل هول. تقريبا فهانت ان شاء الله. انا انت عارف على حاجه، اقول لك على حاجه قولي. هي مش مهمه يعني لو ماله ما يخسر ما يضرش ما يخسر. من يعني انت فاهم، انا مش من الناس العادي بتحب الشتاء، انا بحب الشتاء لدرجه مش عاديه وبيأثر على نفسيتي الموضوع. عشان كده انا ما بشيلش الشتوي، يعني في ناس تشيل الشتوي وتحطه انا ما بشيل، انا ما بفرطش ان انا اشيل الشيء، بخليهم والصيفي هو اللي بيتزود وبيتشال بعد كده. يعني والله بص اخر كام سنه اثبتت بما لا يدع اي مجال للشك ان الشتاء ارحم بكتير. لا 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 بكتير، حتى الناس اللي مش بتحبه قوي بس اهو مقدور عليه نسبيا. لكن الصيف احنا حضرنا الشهر اللي فات حالات غليان تقريبا في الجو. لا كتير بيحصل كمان، يعني نتاج الارتفاع الشديد في درجات الحراره مشاكل كتيره جدا طبعا. صحيه للناس طبعا. فإغماءات وحاجات زي كده كتير، وقلنا الكلام ده لحضراتكم قبل كده. على كل حال هنروح فاصل، أخبارنا أكيد لسه ما خلصتش، خليكم معانا. يا أهلا بكل حضراتكم مرة ثانية. تعالوا نروح بقى على السريع لزميلتنا العزيزة نورهان طمان، موجودة هي حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة ومستعدة عشان تعرفنا بآخر الأخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يوم جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد، وإحنا هنا في الساعات الأولى من صباح اليوم طبعا زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي، وطبعا كمان نطلعكم على الأجواء ويمكن في بعض النسمات الشتوية في الصباح أو الساعات الأولى من صباح اليوم، سعداء بها كل محبي الشتاء وأنا طبعا على رأسهم. أما بقى طبعا يمكن طبعا بوابات النادي قابلت الأعضاء في الساعات الأولى زي طبعا كل يوم، والعاملين هنا بالنادي على قدم وساق لطبعا خدمة جميع الأعضاء. كمان خليني أقول لكم أنه على مستوى الفريق الأول يمكن طبعا في بعض الهدوء، يعني أنه اللاعبين طبعا الجهاز الفني أمر براحة اللاعبين طبعا استعدادا للموسم الجديد. كمان خليني أقول لكم أنه طبعا الفريق هيتجمع إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري استعدادا لخوض المعسكر طبعا اللي هيقام ان شاء الله في النمسا يوم 28 من نفس الشهر. كمان خليني اقول لكم انه يمكن في حاله من التفاؤل بعد خبر اعلان عوده نجم صلاح محسن من صفوف سيراميكا كليوباترا بعد ما كان معار للفريق، وطبعا اللاعب يعني يمكن قدم اداء مميز مع فريق سيراميكا كليوباترا، وقرار عودته مره اخرى لقائمه الفريق جاء بناء على طلب مستر مارسيل كولر، وطبعا استعدادا للموسم الجديد. كمان خليني اقول لكم ان مستر مارسيل كولر هيعود ان شاء الله للقاهره يوم 23، وده قبل طبعا تجمع الفريق زي ما قلت لكم اللي هيكون يوم 24. هيستلم ملف طبي شامل من الطبيب تامر ابو العينين عن جميع اللاعبين وعن حاله جميع اللاعبين والوقوف على يعني الحاله البدنيه وطبعا الفنيه لجميع اللاعبين. الحاله البدنيه طبعا من قبل طبيب الفريق، والحاله الفنيه ايضا من قبل الجهاز الفني المساعد ليه. كمان خليني اقول لكم انه طبعا كولر هيضم المصابين ل حتى يعني ضم المصابين او من المقرر ان هو ان شاء الله يضم المصابين لمعسكر الفريق عدا خالد عبد الفتاح اللي يمكن اصابته لسه يعني مش هتؤهله ان هو يكون مع الفريق، بينما كريم فؤاد هيتم عرضه ان شاء الله على خبير نمساوي في النمسا مع معسكر الفريق. كمان خلينا افكركم انه هينضم للفريق من اللاعبين اللي كانوا مصابين عمرو السولية ومحمود متولي واكرم توفيق، وزي ما قلت لكم كريم فؤاد هيتم عرضه على خبير نمساوي. كمان
كمان المعسكر هيشهد طبعا انضمام الصفقات الجديدة إمام عاشور ورضا سليم لصفوف الفريق. كمان المعسكر الفريق الأول زي ما طبعا إحنا بنحاول نلم لكم كل أخبار المعسكر وكل أخبار الفريق اللي بتهم جماهير النادي الأهلي وأيضا أعضاء النادي الأهلي هنا في طبعا المقر الرئيسي بالجزيرة. هيضم مستر مارسيل كولر 5 لاعبين شباب إن شاء الله على رأسهم معتز محمد وأحمد خالد كاباكا ومحمد أحمد زعلوك وحارس المرمى حازم جمال. ده طبعا يمكن دي معظم الأخبار حول الفريق الأول لكرة القدم اللي طبعا بتهم جميع جماهير النادي الأهلي. أما على صعيد الألعاب الأخرى فيمكن طبعا في حالة من الهدوء لجميع الألعاب اللي يمكن بتستعد أيضا للموسم الجديد. ولكن لو قلت لكم أنه احنا هنروح إن شاء الله طبعا نتفرج كلنا على منتخب مصر الساعة 6:30 هنا هيتم عرض المباراة لمنتخب مصر تحت 19 سنة لكرة اليد اللي هيواجه منتخب طبعا كرواتيا على مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في 6:30 في بطولة العالم اللي بتقام في كرواتيا. كمان خليني أقول لكم أنه منتخب سيدات الطائرة أيضا يمكن طبعا بيواصل استعداداته في معسكر القاهرة طبعا استعدادا لخوض بطولة أمم أفريقيا اللي هتقام في الكاميرون إن شاء الله، والسفر هيكون يوم 14 من الشهر الجاري. أما بقى على مستوى الأعضاء هنا فيمكن طبعا إحنا مستمرين في متابعة يعني رد فعل الأعضاء حول يعني منتجع النادي الأهلي الجديد بمارينا، والحقيقة أنه في توافد واهتمام بشكل كبير جدا من الأعضاء وحرص كبير على أن هم يعني يقضوا أجازتهم في المنتجع الجديد. كمان خلينا أقول لكم أنه ولا زالت لجنة عضوية طبعا لجنة العضوية بتستقبل طلبات الجماهير الراغبة في الانضمام لعائلة النادي الأهلي وتحديدا فرع القاهرة الجديدة سواء في مقر النادي أو أونلاين. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيرة. شكرا لكم وعودة مرة أخرى إلى الاستوديو. إحنا اللي بنشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية كالمعتاد زميلتنا العزيزة نورهان طمان. شكرا لك يا نورهان، وخلينا نكمل مع حضراتكم ونروح تحديدا للحدث الأهم في أوروبا واللي بدأ الأسبوع اللي فات، هو طبعا انطلاق الدوريات الأوروبية. أنا بتكلم مع بداية موسم 23-24 وتحديدا عن الدوري الإنجليزي واللي هو أطلق عليه صاحب الشعبية الأهم والأكبر في العالم. يعني في كده ممكن دوري يشد منطقة معينة بعض الجماهير، لكن الدوري الإنجليزي بيشد العالم كله بصراحة. وانت بتتكلم كمان الدوري الأسباني صاحب الترتيب الثاني في المتابعة والأهمية يعني حول العالم، ده أكيد بكل يعني تأكيد بكل الأشكال. طيب هتكلم تحديدا عن الدوري الإنجليزي وبشكل مفصل، خلينا نروح شوية لأن هو واخد كل الاهتمام ومتابعة زي ما كنت بتكلم لمحبي كرة القدم في كل أنحاء العالم ويمكن في مصر كمان بشكل كبير جدا. يعني شفنا ده. طيب خلينا نبدأ بمحمد صلاح طبعا، واللي هو واحد من أهم وأبرز نجوم الدوري الإنجليزي والعالم كله، والانطلاق الأكثر من رائع طبعا محمد صلاح وكمان محمد النني نجم أرسنال. نتمنى لهم كل التوفيق، وهم بصراحة مقدمين يعني مجهود محترم جدا وتطوير محترم جدا في الأداء، فيعني كل التوفيق ليهم في اللي جاي. دوري الانجليزي انطلق اول امبارح بمواجهه طبعا بيرنلي مع مانشستر سيتي، واللي اكتسح فيها يعني مان سيتي بيرنلي بثلاثيه كان سجل منها هالاند، وده اللي كان برضو متوقع لحد كبير هدفين ضروري يعني ما ينفعش اصلا. وامبارح كمان كان في اكتر من مباراه مهمه أبرزها كان أرسنال مع نوتنغهام فورست والفاز فيها أرسنال. أنا أعتقد أرسنال هيبقى عنده يعني موسم رائع جدا، وأنا بقول ده من وجهة نظري يعني أن فرصة أرسنال هتبقى متاحة بشكل كبير جدا في المنافسة على البطولة النسخة الحالية، لأن هو الموسم الماضي لو رجعنا شوية لورا هو عمل سيزون كان قوي جدا، كان قريب جدا للفوز بالدوري لغاية اللحظات كمان الأخيرة، وكان معاه مدرب يعني هو معاه مدرب عامة رائع جدا ناس كتيرة كانت بتشكر فيه طبعا إسبانيير تيتا، ومع كمان نجوم كبار عملوا أكتر من صفقة يعني مميزة. فمتوقع أن أرسنال الموسم اللي جاي يبقى موسم فعلا رائع جدا. فبالتوفيق، ويعني لسه في ماتشات كتيرة جدا ولسه عندنا استمتاع كبير جدا في كرة القدم العالمية كمان والأوروبية والإنجليزية. ده منهم ماتش في منتهى الأهمية النهاردة، مواجهة قوية جدا هتاخد كل الاهتمام الإعلامي والجماهيري في العالم وأكيد في إنجلترا بشكل استثنائي. طبعا بكلم عن مواجهة تشيلسي
مع ليفربول. ليفربول الموسم اللي فات انهى الدوري بشكل ما هوش احسن حاجه، خرج لاول مره من فتره طويله خارج المربع الذهبي المؤهل لدوري ابطال اوروبا، واحتل المركز الخامس وطبعا فقد فرصته مبكرا في المنافسه حتى على لقب البريمير ليج. الموسم الحالي ليفربول عامل فتره اعداد مميزه جدا، لكنه نقدر نقول ما ضمش صفقات كتير، يعني اكتفى بضم نجم برايتون ماك اليستر، وطبعا تعاقد مع نجم لايبزيج الالماني دومينيك سوبوسلاي. طبعا يعني ليفربول استغنى كمان في المقابل عن عدد كبير من نجومه، لكنه اكيد برضو محمد صلاح في حد ذاته لوحده قوه ضاربه مع ليفربول، اهم من نجوم الدوري الانجليزي طبعا محمد صلاح والهداف يعني الاورجواني داروين نونيز طبعا هما الاثنين، وبقيه اللعيبه تحت قياده المدرب العبقري يورجن كلوب. في المقابل بقى تشيلسي عمل تغيير كبير جدا الحقيقه في صفوفه في فريقه وحتى في الاداره الفنيه، طبعا ده حصل بعد موسم سيء جدا، الموسم اللي فات انهى الفريق الدوري في مركز متاخر نسبيا، وقامت الاداره الجديده بالتعاقد مع مدرب ارجنتيني وضموا مجموعه من الصفقات المميزه، واستغنوا في المقابل عن مجموعه من اللاعبين. في كل الاحوال بعيدا عن الحسابات دي، ماتش زي ماتش النهارده ده بيكون خارج التوقعات، بعيدا عن الحسابات لا في كلام تاني على ارض الملعب، واكيد هيكون ماتش قوي جدا الحقيقه. طبعا، وكمان بما ان احنا بنتكلم خلينا نروح اكتر كمان للصفقات، ومع بدايه انطلاق الدوريات الاوروبيه ويعني سموها بقى صفقه الموسم في اوروبا، يعني ان هي اخذت اهتمام كبير جدا اعلامي كمان في ال 24 ساعه اللي فاتوا، وهي ضم طبعا هداف الدوري الانجليزي ونادي توتنهام هاري كين لنادي بايرن ميونخ، صفقه قويه جدا. يعني شفنا كلنا امبارح الاعلان عن هذه الصفقه وعملت صدى واسع جدا كمان في وسائل الاعلام بالتحديد الالمانيه. بنتكلم هاري كين عمل كل حاجه تقريبا، لو انت جيت كده بصيت شويه لتاريخه في انجلترا على مستوى الالقاب، بس الالقاب الفرديه يعني على خلينا نقول كان سيء الحظ جدا في عدم فوزه في اي بطوله جماعيه، وده الناس حتى قالت لك يا كريم هل طبعا قالوا لك هل هياخد معاه برضو النحس ده لاي نادي هيروح ليه، يعني ناس جد اتكلمت بهذا الشكل. لكن هو معروف عنه فعلا ان هو الالقاب الفرديه هو رائع جدا فيها، لكن جماعيا ما بيفوزش قوي الفريق بتاعه، لكن بنتمنى ليه التوفيق. لكن مع اول بدايه برضو امبارح ما كانش فيه فوز، يعني كان فيه خساره لبايرن ميونخ. فعلى كل حال طبعا ده مش مقياس، لكن هنتابع الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل، بس يبقى هاري كين صفقه اكيد كبيره جدا طبعاً جدا يعني. طبعا ما فيش شك، برضه من الدوريات اللي اكيد واخده العين واخده اهتمام كبير من عشاق كره القدم حول العالم، الدوري الاسباني اللي ابتدى الجمعه اللي فات بمواجهتين مهمين جدا، اشبيليا مع فالنسيا والماريا مع رايو فاليكانو. طبعا بطل النسخه الاخيره هو برشلونه بطبيعه الحال مع مدربه تشافي، عملوا موسم مميز جدا الحقيقه وكسب الدوري بجداره وبفارق كمان 10 نقاط عن اقرب منافسيه طبعا الغريم التقليدي ريال مدريد. الموسم الحالي برشلونه حافظ على قوامه الاساسي الى حد كبير، ونجح كمان في انه يضم احد نجوم الدوري الانجليزي ونادي مانشستر سيتي اللي طبعا المعروف في صفقه انتقال حر، واستغنى في المقابل عن اثنين كمان. في كل الاحوال البارسا عنده القوام الاساسي بقياده الهداف طبعا ليفاندوفسكي، في المقابل ريال مدريد يعني تلقى ضربه قويه جدا الحقيقه باصابه حارس مرمى طبعا حارس المرمى الكبير كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، وما زال بيفاضل بين اكثر من حارس مرمى، بالمناسبه يقال ان يعني على راسهم حارس اشبيليا المغربي ياسين بونو اللي لفت الانظار جدا في الفتره الاخيره. المدرب طبعا كارل انشيلوتي تمسك بضم النجم بيلينغهام من بروسيا دورتموند مقابل 103 مليون يورو، واستغنى عن ثلاث نجوم كبار جدا على راسهم طبعا كريم بنزيما. عموما ادينا هنتابع ونشوف هل الريال هيقدر يعني يرجع ويحقق لقب الليج بعد غياب الموسم اللي فات ولا لا، ولا البارسا هيحافظ على لقبه الاخير، ولا اتلتيكو مدريد وارد جدا مع مدربه طبعا صاحب الشخصيه المميزه دييغو سيميوني يقدر هو كمان يدخل اسمه في المعادله، ونشوف هنشوف اكيد طبعا موسم قوي جدا جدا الحقيقه. فادينا بنتابع وبنتفرج مع حضراتكم. بص بالنسبه لريال مدريد وكورتوا، يعني فعلا لو انت جيت تابعت ما قيل وما كتب وكمان في المنابر الإعلامية المختلفة والنقاد الرياضيين، الأقرب لحل أو إن هو يبقى مكان كورتوا هو ياسين بونو، وأعتقد دي هتبقى صفقة رائعة جدا على الصعيدين. ياسين بونو من الحراس اللي تقال جدا جدا، وعلى الصعيد الثاني هتبقى فرصة حلوة جدا للكورة بقى يعني المختلفة شوية، تسميها الكرة العربية، إن هي مش بس تحقق يعني إنجازات زي ما هي محققة على السكيل ده، لا كمان انطلاق
اكبر بكتير. فانا بشوف ان دي فرصه كبيره جدا، ويا رب فعلا يكون الاختيار زي ما احنا متوقعينه ياسين بونو، يعني هتبقى برضو من اكبر الانديه يعني الموجوده اكيد طبعا في اوروبا. مرحبا بحضراتكم، وبجد لازم تركزوا معانا قوي في الفقره دي. احنا معانا ضيفه هي لاعبه وبطله بارالمبيه، وقدرت ان هي بجد زي ما بيتقال تكتب اسمها يعني وباحرف من ذهب فعلا، بعد ما بقت اول لاعبه من اصحاب الهمم في افريقيا بتسجل حضور مميز في ثلاث العاب بارالمبيه مختلفه، وهي العاب القوه والتنس الارضي والريشه الطايره. فخلينا نفهم بقى قصه النجاح دي والكواليس والصعوبات اللي واجهتها والتحديات وكل الكلام ده من ضيفتنا العزيزه جدا بطلتنا شيماء سامي، لاعبه منتخبنا الوطني البارالمبي للريشه الطايره. صباح الهنا. صباح الورد. ورانا والله بجد. ميرسي. سعداء بوجودك، واكيد انت خدتي بالك من نفسك من اول ما دخلتي الاستوديو في الفاصل في حاله احتفاء كده وترحيب بيكي. سعداء جدا جدا بيكي، منوره الدنيا، جبناكي من الساحل معلش، بس لكي عوده ان شاء الله ولا ايه؟ لا لا مفيش عوده خلاص كده كفايه. منوره القاهره عموما، منوره 10 صفحات الاهلي. طبعا انجازات تستحق التوقف امامها وتحليلها بقى. بدايه انا عايز اعرف بس منك، يعني عاده اي بطل رياضي بيبقى مركز في رياضه واحده، وخصوصا لما يكون كمان بطل بارالمبي، يعني حجم التحديات اللي بيواجهها اكبر بكتير من غيره من الرياضيين الغير بارالمبيين. انت بسم الله ما شاء الله عليكي تفوقتي في ثلاث رياضات مش في رياضه واحده، ايه قصتك بقى؟ لا والله هي القصه بسيطه، يعني مش صعبه كانت قوي، لان هي اصلا انا بحب ابقى اركز في كل لعبه على حده لحد ما اوصل فيها للانجازات اللي انا يعني مبسوطه بيها. ابتديتي باني واحده من الثلاثه؟ العب كوره، لان العب كوره انا بديها اول بطوله ليا كانت 2003. اوكي. فعشان كده كانت الرياضات في الوقت دوت ما كانتش كتيره اصلا. فاخترت العب كوره، وخصوصا رياضه القرص فيها، يعني رمي القرص. وابتديت بقى لحد ما الحمد لله وصلت لبرونزيه بطوله العالم في 2013، والمركز الخامس في اولمبيات اتينا 2004. وفي خلال الفتره دي كنت ماشيه معاها في التنس. التنس ابتديتها في 2009، بس التنس كانت مختلفه شويه. التنس بالنسبه لي زي البيبي الصغير اللي انا جبته صغنون وابتديت اكبره، لان انا اللي عملت لجنه التنس الكراسي في الاتحاد المصري للتنس. اوكي. فعشان كنت اخلي الناس تبتدي او اللعيبه الصغيرين واولياء امورهم ان هم يلعبوا تنس، فكنت لازم انا العب تنس. وخصوصا ان انا كنت وقت ما بلعب العاب قوه كنت بتمرن فتنس وبلعب باسكت على كراسي متحركه. اوكي. فعشان اعلي لياقتي لالعاب القوه. العاب القوه لعبه شاقه، يعني مش محتاجه ان هي تكون في باور ومرونه كبيره قوي. فمن هنا ابتديت ان انا اقدر اقعد على كرسي متحرك، وان انا اقدر العب ازاي عليه يعني. وابتديت ان انا امارس التنس عشان اللعيبه زي ما قلت لحضرتك. حلو. بس حبيت التنس بصراحه قوي يعني. التنس ولا الريشه؟ لا بس عندك عملتي في الريشه الطايره يعني. هتجوي. هو بصراحه التنس يعني مختلف، يعني حبي للتنس غير الريشه. حبي للتنس ان انت ابتديتي ان انت تلعبي، وبعد كده تبتدي تجري عشان تدخلي ناس اللعبه دي وتوريهم ازاي هي ممتعه، وبعد كده تكبري القاعده ديت وتخلي في ناس فيها نوصل ان حاسه ان هو زي البروجكت بتاعك مشروعك يعني. الريشه لا، الريشه يمكن جات لي بسبب نجاحي في التنس. اوكي حلو ده، جميل جدا. طيب ممكن اسالك مش تفاصيل بس، ايه سبب الاصابه يعني؟ الاصابه كانت سببها حقنه غلط. ياه. خطا طبي ده وانت عمرك كام سنه؟ 3. لا مش معقوله. يا سبحان الله. في امور قدريه كده. فعلا يعني. بص انا مش متضايقه من اي حاجه، بالعكس يمكن انا لو ما كنتش مصابه ما كنتش زماني هبقى قاعده معاكم دلوقتي. صح الحمد لله على كل شيء. فبالعكس دي مبسوطه يعني. هو ربنا ما بيديش حاجه غير لما يكون اللي قدام اللي هو خد الحاجه ديت هو قادر ان هو صح يتحدى بيها الدنيا. اي واحده زي شيماء تستحق ان هي اللي تتولى ملف الاعداد النفسي لغيرها من الاعداد. لسه كنت عايزه اسالها فعلا يعني. بصي يا شيماء، انا وكريم مهتمين جدا بهذا الملف، واستضفنا كتير من ابطالنا البارالمبيين اللي بنسعد واحنا حتى بنسمعهم. فمعلش هروح معاكي للنقطه دي شويه. واجهتي ظروف معينه، قدر معين كبرتي عليه، كان في اهتمام من اهلك الحمد لله طبعا، كان في دعم كبير، ولكن برضو انت زي ما بيتقال كده خلاص واجهتي الحياه برضو. فكره ان انا
أأمن بنفسي وأأمن بنفسي إن أنا أقدر أكون بطلة وإن أنا أقدر إن أنا أمارس حياتي بشكل طبيعي مهما كان عندي مشاكل، دي مش سهلة، دي عايزة قوة. فممكن تقول لنا اللحظة دي اللي أنت كنت قاعدة فيها مع نفسك أو اللي خدتي قرار رغم أي صعوبات أنا هكمل وحوصل وحياتي مش هتوقف؟ لأن ناس كتيرة، خليني أقول مش أسوياء طبعا، كلنا أسوياء بغض النظر، ولكن ما عندهمش الإرادة والقوة إن هم يكملوا لما بيواجههم تحدي مهما كانت ظروفهم كويسة. فأنت اللي تقولي لهم يعملوا إيه؟ أنا بكلمك بجد. والله بصي، هو فعلا يعني سبحان الله، هو الواحد بتبقى عنده طاقة مش بتبقى مختلفة عن بقية البشر على فكرة، بس هو لأن أنت طول الوقت كانت في الأول نظرة المجتمع مختلفة ليكي، فأنت بتتحدي نفسك عشان تثبتي ليهم أن أنا شخص عادي أقدر أن أنا أقوم بأي حاجة، وأقدر أن أنا أشتغل، وأقدر أن أنا ألعب رياضة. وخصوصا أنا ما لعبتش رياضة وأنا صغيرة، يعني أنا لعب رياضة وأنا عندي 20 سنة، فما كنتش بلعب أصلا. وخصوصا لأن ده كمان ما كانش فيه يعني أي حاجة إعلامية تقولك أن في رياضة لذوي الإعاقة، كانش لسه زي دلوقتي طبعا. ففي تحديات كتيرة حصلت كتيرة، بداية من وانتي في المدرسة، أن انتي ما كانوش هما متقبلين اختلافك في العموم، الأطفال يعني سواء الأطفال أو أن المدرسة ترفض أن انتي تدخلي من غير مرافق، فدي كلها كانت موجودة. في حاجات كتيرة، تحديات كتيرة. انا حاسه ان التحديات ديت مع الاسره، ان هم كنت انا ببقى راجعه وانا معيطه عشان خاطر مثلا مش عارفه العب مع الاطفال، ممنوع ان انت تنزلي البريك بتاعه الدراسه، حاجه صعبه جدا. فكل الحاجات دي بترجعك المفروض ان هي ان لو انت شخصيه ضعيفه نفسيا، ده المدرسه عايزه تاهيل نفسي. ايه ازاي كان ده بيحصل؟ ايه ده؟ مليون في المية غريبه جدا. طبعًا. فلو انت فعلا هتبقي ضعيفه نفسيا هتلاقي نفسك وقعتي في اكتئاب والحاجات دي، ودي بيبقى من الاهل. الاهل بترجع لهم انت متضايقه، فهم بيحاولوا يبسطوا لك الدنيا عشان تقدري تقومي تاني. وخصوصا دوت كان البيزك يعتبر اللي انا قمت عليه لحد ما وصلت للرياضه. قبل الرياضه كان الموضوع مختلف، كنت شخصيه شويه ممكن اكون مش متكلمه كتير. الرياضه لا، الرياضه ادتك مساحه من خليتك تبقي واثقه في نفسك قوي، يعني انا قدرت ان انا اتحدى. طب ما انا هوجه ما عنديش مشاكل. صح، وانت ما عندكيش مشاكل عادي. حقيقه ما ده انا بقولك عليه، انا ببقى من جوايا ما عنديش مشاكل، لكن نظره المجتمع ليكي بتخليكي تحسي ان انت في مشكله. هو ممكن يكون اللي بيبص لك البصه دي اصلا سوي جسديا، لكن عقليا او نفسيا غير سوي تماما، واقل منك بكتير في الاراده. فيعني كلنا بنسب معينه زي بعض، يعني ما فيش الكلام بس ده اصلا. بصي، هو يمكن دوت هو مش عيبه، هو هي النقطة ان هو ما كانش عنده الوعي الكافي. صح، ما ترباش في البيئة دي. ان هو يشوف حد عنده مشكلة. صح، ويتقبله ببساطة. صح، فهي دي النقطة. انت كنت بتقولي من شوية وانت بتجاوبي نهاوندا على واحد من اسئلتها، بتقولي ان احنا يعني ان انت عملتي مجهود عشان تثبتي للناس ان انت عادية، ان انت بني ادم عادية. ده مش حقيقي. مين قال لك ان انت بني ادم عادي؟ انت فوق العادي. انت بناء على ايه شايفة نفسك بني ادم عادي؟ صح، والله انت سوبر انسانة. احنا بنتكلم على في تركيبات شخصيه كده ونفسيه حقيقي ايقونيه جدا، ولازم تكوني عارفه بل ومتاكده ان انت ملهمه جدا. كلمه يعني ملهم لما تتقال على شخص، ده احنا بنتكلم بطبيعه الحال على شخص استثنائي، فانت انسانه استثنائيه مش بني ادم عاديه باي حال من الاحوال. كتير والله عليك. تعالي بقى ناخدك للبطولات، وانت بسم الله ما شاء الله، يعني برغم ان انت ابتديتي ودخلتي عالم الرياضه اولمبيه، موجود تلاقي بطولات عالم، تلاقي كله شغال ما شاء الله. اقوى واصعب بطوله عديتي بيها كانت انهي؟ كانت بطوله العالم العاب القوى في 2013. كانت بطوله صعبه قوي، لان كنت بثبت فيها ان انا قعدت فتره 4 سنين أو 5 سنين كل ما انا اجيب رقم واحقق نتيجه يجوا يقولوا اصل احنا مش محتاجين بنات تلعب. الله الله، هاتوهم هاتهم لي بقى. انت شايف اللي بيحصل؟ والله العظيم توقعت ان انت هتقولي الرد ده. والله هاتهم لي بيحصل. وانا بصراحه كنت الكلام ده 2013 لا 2008 يعني فتأهلت للاولمبياد في 2008 وما طلعتش، فاحبطت جدا. وبس بعدها ابتديت ان انا اكمل تمرين تاني، وتأهلت في 2012 للندن وما طلعتش. ليه بقى برضه بنفس السبب؟ لا بجد. يعني 2012 هو الوضع دلوقتي اختلف تماما. بس الواحد حزين ان هو يسمع حاجه كده. يعني بصي، هو يعني الاتحاد اللي قال لكم مش عايزين بنات ولا مين؟ لا مش الاتحاد بصراحه، كان المدير الفني. المدير الفني هو اللي من 2008 هو نفس الراجل مشي ولا لسه معانا؟ لا لا مشي. يا ريته كان معانا. لا لما مشي
انا دخلت في 2012 تاني يعني. انا كنت اتمنى تبقي خلي بالك هي ستاند باي على شعرك يعني. شوفي مين بيضايقك بس واعملي كده. يعني كنت اتمنى بصراحه لان ضاع مني بطولتين اولمبيتين وبعد كده يمكن 2016 مش ضاع منك ضاع من مصر بالمناسبه. انا بكلمك بجد ان انت كان ممكن جدا نسبه حصولك على ميداليه كبير فضاع من مصر. هي المشكله او الغلطه اللي الراجل ده عملها او المسؤول ده عملها وقتها ان هو اتعامل بطريقه مش يعني فيها نوع من الايه خليني اقول يا كريم يعني لا ايه اللي هو بيعمله ده يعني لا منطقيه خليني اقول لا منطقيه اصلا لا يمكن. بصي دستور الدوله يمنع التمييز على اساس الجنس فالراجل ده بيتكلم في حاجه ضد الدستور بتاع البلد فاللي هو بيعمله ده تصرف تماما خاطئ. ولو انت كنت وقتها اشتكيتي او لجأتي لحد صدقيني كان ممكن الوضع يبقى مختلف. بس برضو وقتها ما كانتش الرياضه اصلا واخده حيز كبير الحق يقال وما كانش الاهتمام ولا الرياضة النسائية كمان. برضو هنقول ان عدم مشاركتك في الدورتين دول برضو ضربة قدرية يعني هنمشي او ثلاثة ضربة. طب ايه اللي جاي بقى بالمناسبة؟ ما هو بقى دي النقطة يعني لو انت مش بتحاول ان انت تزق نفسك على حاجة انت بتحلم بيها مش هتقدر تكمل يعني صح. لو انا بفكر من 2004 دي كانت دورة الالعاب البارالمبية اللي انا حضرتها وان انت تتأهل لثلاث دورات اولمبية وما تطلعش غيري كان ممكن يسيب حلمه ويمشي. صح صح عندك حق. فمش قادره يعني انا كل اربع سنين حتى اخواتي من كتر ما انا متمسكه بالحلم قوي فهم يقولوا لي احنا بنزعل عليكي لما الموضوع يقع تاني وانت تقعي نفسيا وتقومي تاني يعني احنا فجاه بنحس ان احنا جنبك ولا حاجه من كتر ما احنا ضعاف. ف لا انا ماسكه في الحلم ماسكه فيه لحد البارالمبياد باريس. كلام حلو عن باريس ان شاء الله. ان شاء الله بس في لعبه تانية بقى انا خلاص العب كوره. طب ناوي على ايه باذن الله يعني لو تاهلت؟ والله باذن الله. وفرصه تاهلك ايه؟ انا دلوقتي في الترتيب في روتو باريس رقم 6 على العالم ويمكن دي كانت برضو تحدي تاني في الريشه ان انا كنت بلعب بقالي 5 سنين في كلاسيفيكيشن او تصنيف طبي بالنسبه للاعاقات معين اسمه WH1 وجوم السنه دي في شهر 5 غيروا التصنيف ده فودوني للكاتيجوري. لا بص يمكن حظ ما يكونش قوي قوي بس قوي بما ان يمكن ربنا عارف ان انا قويه في الازمات فبيديني ازمه ورا الثانيه. ربنا كده كده عارف. بس انت هو انت مش واخده بالك يعني انت مش عارفه ده عن نفسك ما خدتيش بالك في الرحله الطويله دي اللي احنا بنحاول يعني نتكلم في اهم محطاتك فيها ما خدتيش بالك من حجم قوتك واصل لفين؟ بصراحه لا لان انت بتيجي في وقت بتبقى زيك زي اي حد بتضعف في وقت الازمات وبتيجي تقول انا هقوم تاني طب هل هنجح طب هل هكمل طب هل هلاقي في حاجه. بس انا بصراحه الحمد لله لقيت الموضوع دوت وكل مره وقفتي فيها رجعتي وكملتي وعملتي انجاز جديد. الحمد لله الحمد لله يعني فدي يمكن من فضل ربنا عليا يعني الريشه في الوقت يعني في شهر 5 كل حاجه كانت باظت. انت رقم 2 على العالم في الايفنت بتاعك والكلاس بتاعك وبعد كده في شهر 5 يقول لك انت خلاص هتتحول لكلاسيفيكيشن طبي تاني وترجع الرانك بتاعك ال 30 فتحس ان فجاه كل حاجه اتهدت. وخصوصا ان انت لما بتبقى من التوب 10 او التوب 8 على العالم فبتبقى هنا حتى في بلدك ليك بوش اكتر واحسن. فلما بقيت انا ال 30 بقيت حاسه ان انت بقى ايه بتبتدي من الزيرو. انا اتشال الرانك بتاعي كله وابتديت من الزيرو تاني. فطب يا ترى هل هيقفوا معاك تاني؟ هل هيكملوا معاك نفس الواي؟ هتبتدي لوحدك؟ فده كله كان حاصل. كان عندي حاله من الاحباط مع التردد مع ان انت بتجري في وقت صغير قوي للتاهيل. بس الحمد لله من شهر 5 لشهر 7 انا رجعت السادس تاني يعني الحمد لله. ما فيش اي صور فيديوهات يا جماعه لشيماء يعني بليز لو في نزلوا لنا واحنا بنتكلم مهم جدا الناس كمان تشوفها. شيماء خلينا نتكلم عن الجزء البيرسونال بتاعك شويه. درستي ايه؟ بتشتغلي ولا بس متفرغه للرياضه؟ هل حابه ترتبطي؟ الموضوع في دماغك او انت مرتبطه؟ يعني خلينا نعرف عن ابطالنا اكتر. والله انا درست معايا ليسانس اداب لغه عبريه ويمكن دوت كان من ضمن التحديات برضو لان كانوا الكليه كانوا رافضين ان هم يدخلوا حد من ذوي الهمم للقسم ده.
لا ابعتيهم للنهاوند برضه. انا عايز افهم مع اخواتهم يقفوا في الصف مع اخواتهم اللي اديني عقلك. يعني ايه رافضين؟ ايه علاقه ذوي الهمم بالقسم ده يا جماعه؟ ما انا لما رجعت ليهم بقى فانا ما سكتش برضه يعني ما يعني بصي ما تقلقيش انا حاسه والله يجي الضغط. طب ايه السبب؟ السبب ان هم رافضين دخول البلايند للقسم عشان طريق برايل. طب ده البلايند فانا هم بقى يعني عمموا بقى عمموا كل حاجه. فبالتالي لما تعمم انت مين اللي عمم؟ شؤون الطلبه بقى هتقولي اللي عمم ده ضيع مستقبل ناس يعني عادي كده. بصي وانا كنت انا الوحيده في القسم. طب ورحتي اتكلمتي رحت طلعت العميد الكليه فقال لي لا ازاي هو ما فيش حاجه اسمها كده بالظبط لا خالص روحي كويس. وانا هشوف الموضوع ده. بس هو النقطه الوحيده ان هم بيحطوها مع البلايند عشان خاطر ان طريق برايل مش موجوده كانت في الوقت ده بالعبري يعني. طيب كويس جدا. بس ما ده تحدي كمان. انت حياتك كلها تحديات انا ملاحظه. عشان كده بقول لك الحمد لله في حاجه عدت عادي. في اي حاجه يا شيماء مشت حلو بسهوله كده. طب اقول لك على حاجه. انا بحس ان مفيش حاجه في حياتي بتمشي بسهوله. اللي بيمشي بسهوله ده ما بتكملش معايا. يعني بحس ان لازم الموضوع يبقى فيه اكشن وفيه تحدي وفيه حاجات كده. انت تركيبتك كده وشخصيتك كده والله مش عارفه صحيح. قوتك النفسيه واصله بيكي كده. طب والارتباط هل بتفكري في الموضوع؟ لا والله هو انا كنت مرتبطه يعني كنت مخطوبه وبعد كده ما حصلش نصيب. بس انا حاسه ان الحاجات دي في الاول وفي الاخر رزق. جدا جدا دي حقيقة. يعني مش من الناس اللي بتقعد تسعى عشان تروح ده رزق. انا شايفه ان ده الجواز ربنا بيبقى عارف ايه الافضل يعني. ممكن ناس لو اتجوزت مش تبقى سعيده بالزبط. هيجي لها مشاكل اكتر فربنا بيبعد عنك الله اعلم. بس بالزبط. ده يعني انا مؤمنه بيه جدا وانا مبسوطه يعني مش حاسه ان الدنيا فيها حاجه نقصاني او حاجه. وسبحان الله يعني كل حاجه بتيجي في وقتها. طب انت عموما مخططه للي جاي ازاي؟ يعني هل حابه مثلا تكملي بعد كده في نفس المجال حتى ولو على صعيد التدريب او الاداره او كذا؟ ما هو يعني انا شغاله في مرحله ان خلاص مش عايزه اكمل في يعني انا اوريدي ماسكه الويلي تشير تنس اللجنه بتاعت التنس ماسكه فيها مدير التطوير ومدير كل البطولات بتاعتها. اوكي. ودلوقتي انا رئيس لجنه الخماسي الحديث للبارا. برافو ما شاء الله. بجانب اللعب يعني. بس انا يعني انا قعدت ادرب الويلي تشير تنس 4 سنين. بس لقيت ان انا ما عنديش ملكه التدريب. الله. يعني انا عندي ملكه الاداره لكن التدريب لا. الصبر مش لا التدريب دوت يعني حسيت ان وخصوصا ان انا لاعب فانت بتبقي عارفه اللاعب اللي قدامك هو مقصر في ايه. فديت يعني حسستني ان انا لا مش هقدر وانا كده هضرب اللعيبه كلها يعني فبلاش. فما قدرتش بصراحه كتدريب. هي محتاجه تالنت طبعا تاني يعني. فلا انا بحب قوي المانجمنت وخصوصا في الرياضه. بحب البطولات وتنظيم البطولات والايفنتات الرياضيه الكبيره. فانا بحب الموضوع ده. ربنا يوفقك يا شيماء بجد. ويا رب من دعوه من قلبي تروحي وتمثلينا في باريس باذن الله 2024. واكيد ممكن نكون بنغطي كمان من هناك ونعمل معاكي حوار وبعد كده تفوزي وتيجي بطله كمان معانا. يا رب ان شاء الله. ربنا يكرمك. ان شاء الله. صعبة ابدا طالما في اصرار. نورتينا يا شيماء بجد. بشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. بتمنى لك كل النجاح والخير اللي في الدنيا كلها. بنسير وجودك معانا يا شيماء. انا هاخد من كلامك بقى وهبدا سؤالي الاولاني ونقارن شويه بالفتره اللي حضرتك كنت بتلعب فيها. يعني فكره ان انا ابقى النادي الاهلي وخارج من موسم قوي جدا بتكلم عن 5 بطولات تطوير في اداء اللعيبه صفقات رائعه جدا مدير فني الناس او البعض دلوقتي بيقارنوه بمانويل خوسيه واحد من افضل المديرين الفنيين اللي عدوا على النادي الاهلي. فكل ده بيبقى تشالنج او بيبقى تحدي ان انا الموسم اللي جاي انا هعمل ايه؟ هحقق ايه؟ هروح فين؟ مع توقعات كمان الجماهير في رفع سقف كل حاجه. فخلينا نبدا من النقطه دي ونقارن شويه برده لو في كان موسم مقارب ايام ما حضرتك كنت بتلعب. بص اكيد طبعا احنا الموسم اللي فات كنا محتاجينه لان احنا كنا خارجين من اخفاق كبير خساره. صحيح. موسمين ورا بعض للدوري العام. الجمهور كان محتاج مصالحه بينه وبين اللعيبه بينه وبين الجهاز الفني بينه وبين مجلس الاداره. طبعا كنت بتحقق ساعتها بطوله افريقيا كنت بتعمل نتائج ايجابيه في حاجات في كاس العالم الانديه بتاخد ثالث في كذا بطوله. لكن الدوري العام البطوله محببه للجماهير النادي الاهلي انك هي بتبقى قدام تملي المنافس التقليدي بالنسبه لك نادي الزمالك. لكن فعلا الموسم اللي فات موسم ولا اروع بالنسبه لنا كجمهور النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي.
مش ان احنا خدنا بطولات بس، لا في اوقات ممكن تاخد بطوله وانت مش وانت بتلعب باداء مش مقنع، لكن الموسم اللي فات بصراحه اداء مقنع لكل الجماهير، لكل الناس النقاد اللي بيفهموا في الكوره او بيجي يحللوا فرقه النادي الاهلي. لا موسم حلو، قدرت تاخد كل البطولات اللي دخلت فيها، قدرت كمان تكسب كل المباريات اللي هي مباراه القمه بينك وبين المنافس التقليدي بالنسبه لك اللي هو نادي الزمالك، حتى كمان المنافس كمان التقليدي اللي هو الثاني بيراميدز قدرت تكسبه في بطوله الكاس. كل المنافسين بالنسبه لك اديت قدامهم نتائج ايجابيه، فموسم انا شايفه ان هو كويس جدا، بس المهم بقى انك انت تحافظ الموسم الثاني بالنسبه لك. بالنسبه للجهاز الفني مستر كولر، اجد الراجل او اي حد في مجال كره القدم بيجدد طموحه، بيخلص انت ممكن تكون واخد كل البطولات الموسم اللي بعديه يعني ممكن تبقى مريح شويه، لا الراجل بيجدد طموحه، عنده طموحات جديده، عنده بيدخل ناس جديده في الفرقه، بيشوف ايه المشاكل اللي في الفرقه قابلها السنه اللي فاتت بيقدر يطورها السنه دي، بيقدر يحفظ بين خلاص موسم طويل. لو فكرنا في مستر كولر بدايه الموسم كان عنده بعض المشاكل شويه، لسه مش عارف طبيعه الجو، طبيعه اللعيبه، طبيعه بطوله افريقيا والفرقه اللي بتلعب في بطوله افريقيا، وطبيعه التوقيت في المباريات في بطوله افريقيا. الراجل خلاص حجم الضغط اللي هيقع عليه طالما هو بيدرب النادي الاهلي اكيد طبعا طبعاً. اكيد هو كمان قابل ظروف كتير قوي الموسم اللي فات، وده اول مره يدرب في افريقيا، فاكيد خلاص خد الخبره دي، متهيألي هيبقى في تطور في الاداء، يبقى في شكل احسن ان شاء الله، بس هيبقى المهمه اصعب بكتير الموسم اللي جاي طبعا اكيد. يعني كل الفرق حقيقي يعني ربنا يعين، اكيد كل الفرق دلوقتي بتطور، كل الفرق بتعمل صفقات جديده، كل واحنا شايفين فرق كبيره جدا بتجيب لعيبه على اعلى مستوى، واحنا برضو النادي الاهلي مش لازم احنا النادي الاهلي انت لازم تجيب لعيبه وخلاص عشان تقول انت، لا انت بتشوف عند طول عمر النادي الاهلي كده بيشوف عنده مشكله في ايه واقدر اجيب اللعيب الفلان، مش لازم اجيب صفقات، لا النادي الاهلي مش كده، النادي الاهلي مش بعد الصفقات خالص، الانديه الكبيره ما بتعملش كده اصلا بالظبط يعني. انا عندي مشكله، انا مش مشكله، انا حمدي فتحي طلع بره خلاص مفيش، عندي عندي مشكله في مكان، جبت مكانه امام عاشور، هي كده عندي مشكله مثلا في حته المهاجم، لو عندي مشكله في حته المهاجم، لكن انا شايف بالنسبه لنا ما عنديش مشكله في حته المهاجم، نغمه اللاعب الافريقي لازم يجيب مهاجم افريقي، مهاجم افريقي طب يا جماعه، ودي ما بسمعهاش غير في مباراه التعادل، تكسب ما حدش بيجيب سيره عايزين مهاجم افريقي، يجي ماتش مثلا تتعادل فيه احنا محتاجين مهاجم افريقي مش كده. طب ما شاء الله يعني كهربا ماشي كويس، محمد شريف ماشي جداً. كويس رجعنا صلاح محسن من اللعيبه المميزين جدا صلاح، بس محتاج دعم شويه، فبقى عندك كواليتي من اللعيبه يعني مختلف، كهربا شكل مختلف، محمد شريف، صلاح محسن، عندك بقى اللعيبه كتير بشكل مختلف، مش لازم نغمه المهاجم الافريقي، لا انا النغمه دي انا بصراحه بتضايقني جدا، لكن النادي الاهلي معظم المباريات بيسجل فيها اهداف، معظم المباريات بيكسب، فنتكلم في النقطه دي، لو في قعدت مثلا اربع خمس ماتشات ما بتجيبش جوان ممكن نتكلم في النغمه دي، لكن ما شاء الله اللعيبه السنه دي عامله اداء كويس جدا، اهداف مش لازم المهاجم بس اللي يجيب الاهداف، ما انت عندك بيرسيتا وعندك حسين الشحات طبعا. عندك معلول، عندك كل المراكز في الملعب بتجيب اهداف، فدي مش مشكله خالص طبعا. حلو جدا. طيب خليني برضو اروح معاك لنسبه التطور اللي انت شايفه في اداء اللعيبه، وخلينا نتكلم باسماء، يعني مش عيب ان احنا نقول ابدا اسماء لعيبه تم او انت ملاحظ فيه تطوير حاصل في المستوى بتاعها، ولو عايز تذكر برضو كابتن احمد لعيبه مستواها ثابت او قل شويه ومحتاجه تركيز الموسم القادم، يعني مين برضو لو تحب تذكر. بس لو رجعنا كده ممكن تكون مش فاكرين شويه، يعني لان بدايه الموسم من بدري ففي ناسين حاجات كتيره، يعني مثلا حسين الشحات اول الموسم كان بعيد صح، كان بعيد خالص، ودلوقتي حاجه ثانيه تمام، حسين الشحات بعد المنافسه القويه لما لقى نفسه بعيد عن الفرقه، ودي الحاجه الكويسه لما تخلق في كل مكان لاعب او اتنين، اللي هي دي المنافسه اللي بتوصل اللعيب لمستوى عالي جدا، لما لاعب يلاقي نفسه في مكانه مفيش بديل مستواه بيقل، لكن لما يحس ان في منافسه هي دي اللي بتخلق لعيب مستوى عالي جدا، بتخلي لعيبه، هو ده اللي عامله كولر السنه دي، انت كولر السنه دي مفيش فرق بين اللعيب الاساسي واللعيب الاحتياطي، ده ما عملوش تقريبا او ما حققوش قوي موسيماني، موسيماني كان عنده سكواد ثابت، فكل لاعب كان عارف ان مكانه محفوظ وخلاص، رغم ان ده شويه اثر على فنياتهم، لان الاجهاد كان في لعيبه كتير جدا 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 مع موسيماني كانت بعيده جدا جدا، لان هو كان معتمد على حوالي 13 14 لعيب في كل المباريات، واللعيبه الثانيه بعيد جدا، لما يجي عنده مباراه ولعيبه ثانيه مثلا عنده انذار او لعيب تعبان مجهد، في فرق كبير جدا بين اللعيب اللي بينزل مستوى بعيد جدا، لكن مستر كولر بصراحه
عامل مستوى متقارب جدا بين اللاعب والاساسي، بيعمل على طول روتيشن بين اللعيبه، ما تقوليش مين الاساسي ومين الاحتياطي. ما انت ممكن تلاقي كهربا مثلا بيلعب المباراه دي والمباراه اللي بعديها محمد شريف، عادي جدا ما فيش مشكله. صحيح. بتكلم مثلا على حته المدافعين، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، محمود متولي، كمان بدروبات خالص ولا خالص بين أي واحد. خالد عبد الفتاح مثلا لعب مباراه الاهلي والزمالك، لعب مساك وقدم مباراه على اعلى مستوى. خش في نص الملعب بقى اذا كان لما كان موجود حمدي فتحي والسوليه مروان، مفيش مشكله خالص خالص. حتى فخري لما لعب قد مباراه كويسه جدا، كوكا لما لعب حتى صغير كويس جدا. احنا عندنا مشكله برضو، بس احنا لازم نفكر فيها الفترات الجايه. معلول بالنسبه لمكان معلول، معلول ما شاء الله عامل موسم ولا اروع طبعًا. او مش موسم واحد، بقاله فتره طويله جدا، هو عنده استدامه في الثبات المستوى، بس برضو لازم يكون عندك البديل في المكان ده. احنا ممكن ما بنشوفش محمد اشرف من اللعيبه كويسه جدا جدا، وهنبدا نشوفه الفترات الجايه لعيب مميز جدا، كان مع المنتخب الاولمبي. هو ده المكان الوحيد اللي ما فيهوش تغيير كتير، اللي كان معلول. واذا كان محمد عبد المنعم، تلاحظ ان الراجل كان بيقعد يغير مثل الكره، بيغير في كل اللعيبه الا الشناوي في الوقت لما يكون الشناوي جاهز، وعبد المنعم وبيرسي تاو، الثلاثه دول تلاقيهم موجودين في كل مباراه، هو ومروان عطيه طبعا. طب احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي حضرتك لاحظت ان في تطور ملحوظ في مستواهم، بعيدا عن اللعيبه، هل لاحظت ان في اي تغيير استجد لفت نظرك في الفكر، في التخطيط، في كيفيه اداره الامور؟ طبعا طريقه اللعب من بدايه الموسم هو عنده طريقه لعب مختلفه، بقالنا كتير جدا ما نلعبش بالطريقه دي. احنا كنا على طول اي مدير فني بيجي يلعب في النادي الاهلي الفترات اللي فاتت او خلال العشر سنين اللي فاتت، بتلعب 4-2-3-1. دي الطريقه المحببه لمعظم لاعبي فرق الدوري الممتاز، بقى سنين مع الراجل ده بيشتغل 4-3-3. ولازم اللي بيشتغل في نص الملعب، اللي بصراحه اللي عجبني جدا جدا وطور من ادائه، لان هو اداؤه كان بيلعب حته 10 دي مكان 10 اللي هو قفشه. قفشه كان مكانه 10 وما بيتغيرش. لما مع الراجل ده قفشه اداؤه اتطور جدا، وبتشتغل دلوقتي 4-3-3 مع مروان. لازم اتنين النص الملعب التانيين لازم يكونوا بيهاجموا وبيدافعوا، مش حتى كمان بنشوف حمدي فتحي كان بيدافع بس الاول، دلوقتي حمدي كان بيروح ويجيب الجوان، ديانج برضو بيهاجم، فهو خلاص غير من شكل لعيبه نص الملعب عندنا. فده الكويس جدا اللي عجبني بصراحه في قفشه. قفشه بصراحه فنش الموسم عجبني جدا جدا جدا، لان هو قفشه كان في فتره من الفترات كان مريح شويه، اداؤه بعد شويه بعد مراحل موسيماني تحديدا بالظبط كده، لكن ما شاء الله ركز وحط رجله في الفرقه بعد غياب حمدي فتحي، اللي حط رجله في الفرقه وبقى يشتغل وقدم مباراة على اعلى مستوى في نهايه الموسم. لعيبه كتير دخلت في وسط الفرقه، مثلا عجبني برضو فخري بصراحه لما خد مباراه صعبه جدا جدا بالنسبه له، لكن اشتغل ولعيب مميز. لعيب نص الملعب بالذات عنده لازم يكون عنده الاستلام والتسليم على الراجل ده، الاستلام والتسليم لازم يكون عنده عالي، لان النادي الاهلي كل لعبه بيشتغل من الكره من رجل للرجل، فلازم الحته دي تكون عاليه عند اللعيبه. فخري عنده النقطه دي كويسه، كوكا عنده النقطه دي كويسه، اللي هم اللي بتكلم على اللعيبه اللي بتخش جديد. جبنا صفقة مروان، طبعا مروان إمام عاشور، إمام من اللعيبة المميزة جدا 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 في الدوري المصري، ولعيبة عنده طموح وعنده قلب وعنده حاجات كتيرة جدا هتفيدنا إن شاء الله مع الفرقة. أتمنى له التوفيق، مهم جدا إن أي صفقة فيها معظمها يعني أهم حاجة فيها التوفيق، هو لعيب بيجتهد وبيشتغل. وفي صفقات بيبقوا أصحابها ليهم وضع حساس شوية، أكيد طبعا على حسب هما جايين من فين. أكيد 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 طبعا، فنتمنى له التوفيق. اتمنى الجمهور النادي الاهلي يصبر عليه شويه، اي حد محتاج وقت شويه قبل ما ينسجم في وسط الفرقه، ده طبيعي. ومروان بيشتغل في كذا مكان، كان نص الملعب بيشتغل باك رايت. اتمنى ان شاء الله رجوع اللعيبه المصابه، اكرم توفيق برضو من اللعيبه المميزه جدا، اتمنى لهم مفتقدينه جدا. اكيد طبعا من اللعيبه المميزه جدا، اتمنى له، مع ان برضو محمد هاني ادى موسم ولا اروع. صحيح رائع بصراحه، هما الاثنين رجاله حقيقه قوي. اي حد موجود في الحته دي يعني بصراحه في النادي الاهلي، احنا عارفين لعيبه النادي الاهلي السمات الشخصيه عندهم عامله ازاي، بيخلصوا بطوله يخشوا على بطوله، عندهم على طول بيجددوا طموحاتهم في البطولات. فنتمنى ان شاء الله الموسم يبقى احسن ان شاء الله الجديد ان شاء الله. مع فكره الاعداد النفسي والاهتمام بهذا الملف، والنادي الاهلي سباق فيه، يمكن كان في تجربه ايام مانوال خوسيه ودلوقتي رجعت مره ثانيه مع مارسيل كولر، ويمكن كان عندنا خبر خاص بوزاره الشباب والرياضه وتحديدا دكتور اشرف صبحي اتكلم عن الملف ده، مفروض ان هو يكون موجود مع كل المنتخبات الوطنيه، وده يؤكد اهميه الملف بتاع التاهيل النفسي.
لحد دلوقتي بعض اللعيبه لا تؤمن باهميه التاهيل النفسي رغم ان هو بيبقى فارق او بيعمل فارق بشكل كبير جدا. انا راجع من اجازه طويله، انا راجع من اصابه، انا راجع من خساره بطوله وغيره وغيره، بيفرق جدا مع التاهيل البدني والفني ان انا ابقى جاهز فنيا نفسيا فعلا. عامل مهم ومش لسه في ثقافتنا في كل الانديه، لكن احنا مطبقينه بقالنا كام شهر دلوقتي او رجعناه بقالنا كام شهر. خليني اروح مع حضرتك، رايك اولا في هذا الملف ايه، وهل وقتكم كان في اهتمام بيه ولا لا، وايه اللي كان بيعوض وقتها حتى لو ما كانش موجود؟ والله بصي، هو طول عمر المدير الفني هو اللي بيشتغل الحته النفسيه دي شويه. ما عندناش الثقافه فعلا زي ما انت حضرتك بتقولي ان نجيب حد مختص نفسي ان هو يقعد مع اللعيبه، مع ان انا مع الذاكره انا حصلت قبل كده في وقت من الاوقات موسم 95 96 او 94 95 كان كابتن محمد رمضان هو مدير الكوره، جاب لنا مثلا محاضر نفسي وقعد معانا وادانا محاضره نفسيه ازاي انك انت بتخرج من بطوله تخش على بطوله وازاي تجدد طموحاتك وازاي. قعدنا نتكلم في حاجات كده جدا، بس المحاضر النفسي مش مع مجموعه. كل واحد بيختلف سماته الشخصيه عن الثاني، كل واحد عنده مشكله في حته معينه. صح. ممكن لعيب مثلا بيتعصب بسرعه. طبعا. ممكن لعيب ثاني ينرفزه في الملعب. فده لازم كل واحد عنده مشكله لازم يبقى ليه ملف بتاعه بالظبط. اكيد طبعا محتاجه وقت شويه عشان نشتغل عليها، محتاجه شغل كتير، بس طبعا ده عامل مهم جدا جدا. ده اللي كان بيشتغلها الفترات اللي فاتت المدير الفني، اللي هو بيفضل عارف مع ان هو بيكون متواجد مع كل لعيب، بيبقى عارف خلاص سماته الشخصيه، عارف بيتضايق امتى، عارف لما بيكون قاعد احتياطي، عارف لما بيكون بادئ اساسي وخلاص رجليه في الملعب، بيفضل يستفز او يطلع منه كل حاجه كويسه ازاي، عنده مفاتيح كل لاعب. فده المدير الفني كان بيشتغل الفترات اللي فاتت. وده في دراسه اي مدير فني او لما بنيجي نشتغل احنا بناخد دراسه، بناخد شغل نفسي، شغل بدني، شغل طبي، حاجات كتيره جدا، بس بتاخده على حاجات صغيره جدا. حتى انت كابتن مش محتاج تاخد الدورات دي، انت نفسيا ما شاء الله يعني عندك كاريزما كده وهدوء ودايما اكيد شخصيه محببه لكل الناس اللي بتتعامل معاك. بالعكس انا في الشغل عصبي جدا والله، في الشغل في الملعب انا بتكلم في الملعب. تعال نروح شويه بقى للدوري السعودي طبعا، واكيد برضو يعني لفت نظرك اللي حاصل هناك وجلب نجوم العالم في كره القدم للدوري السعودي. شايف الموضوع ده على بعضه ازاي؟ والله انا بصراحه انا مش فاهمه، يعني انا مش فاهمه وده رد كويس. يعني انا مش فاهمه ان هو ايه هو المطلوب منه، يعني هل هو مطلوب ملف مثلا لاستضافه السعوديه لكاس العالم، ولا هو خلاص سياسه السعوديه الفتره الجايه تعمل زي امريكا اللي هو بيجيب اللعيبه اللي هي خلاص يعني عملت اسم وكده، زي امريكا مثلا جابت ميسي. تمام. السعوديه الفترات الجايه هتبدا تجيب بقى اللعيبه مثلا اللي عدى مثلا 30 سنه او اكبر، هبدا افكر اجيبه عشان جماهير السعوديه تستمتع بيه، بتعمل جلب ضيوف شرف يعني للدوري. بالظبط كده، بعمل جلب المشاهدين للدوري السعودي، بعمل مشاهدات كبيره جدا. فانا مش عارف ايه هو، هل هو استثمار؟ اكيد هل هو استثمار، فاكيد افكار كتيره جدا هم حاطينها. لكن موضوع دلوقتي كل الناس بتتكلم على النقطه دي، ودي حاجه كويسه جدا ان العالم كله يعرف ان كريستيانو رونالدو بيلعب في السعوديه. ما دي برضو لما تيجي تعمل ملف في السعوديه لاستضافه كاس العالم دي هتفيدهم كتير جدا، لحد ممكن ناس كتيره ما تعرفش السعوديه والكره السعوديه، ودينا شفنا البطوله العربيه والاهتمام اللي كان موجود فيها. فدي هو ده الثلاث حاجات اللي ممكن هم بيفكروا فيها هناك. لكن طبعا الدوري دلوقتي شكله حلو، بتيجي تتفرج مثلا كل فرقه بقى فيها نجم او اتنين. كنت اتفرج على اهلي، اهلي جدا امبارح فيهم فيرمينو بيلعب، ولاعب جزائري اللي كان في مانشستر سيتي رياض محرز كاهلي جده كسب 2-1، قدم مباراه على اعلى مستوى. لما تيجي تتفرج على كل فرقه عمل شغل نار امبارح برضه، وكريستيانو وخد فريقه كاس الملك سلمان وكاس البطوله العربيه. لا الغريب بقى لما تيجي تقرا على السوشيال ميديا بدأوا يخشوا مقارنه بين كريستيانو رونالدو وميسي واخد كاس عالم ودي واخد البطوله العربيه. ده جمهور مش ده، ولا مش غلطان الهلال كل مره بيكون بيلعبوا فيها كريستيانو رونالدو بيستفزوه بان هم يقولوا ميسي وحاجات زي كده. مش بتكلم يعني. برضه معلش مع احترامي، دي البطوله العربيه طبعا فرق كبير جدا بينها وبين كاس العالم والمقارنه او انا يعني انا بحب ميسي شويه زياده شويه، لكن طبعا هو لاعب طبعا مميز جدا، لاعب فاز بيعرف يجيب جون من اقل الفرص. طبعا. ان هو يحرص في البطوله كده
ودلوقتي 37 38 سنه وهداف البطوله بالظبط كده. في حاجه ما ده برده هو ده اللي بيعلل القيمه التسويقيه للدوري, بيقيمه التسويقيه للبطوله العربيه. عملت شكل, عملت صوت كبير جدا في العالم كله ان السعوديه عامله البطوله دي, فمهم طبعا. عندي سؤال لكابتن احمد, يعني مع انتهاء العقود بتاعه اللعيبه الكبيره منهم رونالدو وغيره, انهم مش هيفضلوا يعني هتلاقي أكيد لان هم مين لي كلهم كبار في السن يعني الصفقات كل, فهو هيبقى موسم 2 3 ماكسيمم, هيعود مره تانية الدوري السعودي بالنجوم اللي فيه المحليين الى حد كبير. فهل ده بقى هيعمل تقليل من شعبيه الدوري السعودي, ولا احنا خلاص وصلنا ليفل معين, ولا هيبقى في صفقات تانية جديده وهيستمر منوال؟ ولو فضل الموضوع بفكره الصفقات اللي هي من هذا النوع, هل ده هيؤثر على تطوير الكره السعوديه, ولا هي نجوم بتيجي بتادي دور معين وبترحل لكن الاساس هو ما اشتغلتش عليه؟ بمعنى ان انا قاعده الناشئين عندي هل اشتغلت عليها ولا لا؟ هل جبت لهم زي ما بجيب نجوم في الفرقه الاولى, اجيب نجم يمسك لي الناشئين وغيره, هذا القطاع الاهم هو اللي ببني عليه هو البيز, يعني هل في شورت تيرم لونج تيرم بلان, ولا الموضوع شو او ايه؟ يعني خلينا نفهم. بص يعني احنا بنتكلم على الدوري الانجليزي مثلا, الدوري الانجليزي فيه كل فرقه مثلا فيه 7 او 8 لعيب محترفين, هل ده اثر على المنتخب الانجليزي؟ بس هو اوريدي المنتخب الانجليزي عنده في لعيبه شغالين في الدوري. ده بالعكس, اللعيبه لما تكون اصل كل فرقه في الدوري السعودي معاها عندها كام لعيب محترف, هتلاقي واحد او اثنين او ثلاثه, ده طبيعي, فاكيد دول هيدوا دفعه. واحد بكام واحد لا هو مش موضوع يعني لاعب بكام, بس بتكلم على التطوير الفني. التطوير الفني لا, هو في وسط اللعيبه اللي هي المفروض لعيبه المنتخب السعودي او لعيبه الدوري السعودي, ده اكيد هيعمل تطور في الاداء المنتخب السعودي. لكن من موسم لاخر, لو هم حاطين اكيد سياسه كل موسم هجيب مثلا حاطط ميزانيه معينه لكل نادي, اقدر اجيب نجم او اتنين يقدر يخش في وسط كل فرقه. بس النجم لكن الواحد من دول تسعيرته انجاز التعبير يعني هو زاد عن الفوق وتروش قطاع الناشئين كله في البلد. لا اكيد برضه حاطين سياسه وهم مهتمين. لا بص عشان الواحد يتكلم بصراحه يعني, لا هم مهتمين بكل حاجه, مهتمين بالقسم الاول القسم الثاني. الدوري السعودي هناك طبعا غير اي دوري في المنطقه العربيه, دوري قوي كبير جدا جدا جدا, ومش دوري بس, لا القسم الثاني والثالث مهتمين جدا. قطاع الناشئين بيجيبوا مدربين على اعلى مستوى وبشهادات معينه عشان تقدر تسافر وتقدر تشتغل في اي نادي سعودي. لا لو بحثت او دورت على مثلا انديه كبيره جدا وسالت مين اللي ماسك مثلا فريق الشباب هناك, هتلاقي اسامي كبيره جدا جدا, وكان في تجارب كتيره جدا للعيبه النادي الاهلي بتشتغل في الدوري السعودي, كان في الشباب اذا كان في النصر, كابتن عمرو انور, كابتن عادل عبد الرحمن, عملوا نتائج كبيره جدا في الدوري السعودي. انا بتكلم هل الخبرات الاجنبيه دي برضو هيستعينوا بيها النجوم الكره الاوروبيه, هل هيستعينوا بيها مره تانية او يعني لا في تطور اكيد, عاملين ميزانيه لكل موسم, هتلاقي ولاعب او اتنين في كل فرقه زي الموجود السنه. لا مش معقوله سنه واحده بس, او مثلا ممكن نقول ايه لغايه موضوع استضافه كاس العالم. بعد مثلا جت السعوديه وحطوا الملف مثلا في كده, جت السعوديه حصل توفيق او عدم توفيق, هل بعديها هيكملوا؟ هيبان الموضوع ده, هيبان فتره الجايه ان شاء الله. تمام, هو الوقت بيجري بس أكيد. يعني احنا فتحنا كذا ملف, لكن خلينا نرجع بقى شويه نستفيد بالوقت اللي فاضل عن كابتن احمد نفسه. يعني فكره برضو زي ما احنا دايما بنقول, العطاء للاعيبه النادي الاهلي مستمر حتى بعد الملعب في خلال الاعمال المختلفه او المراكز المختلفه, حتى لو بداخل النادي الاهلي او غيره, برضو الانتماء بيكون دايما موجود والعطاء دايما موجود. فكابتن احمد بعد كل السنين دي, وهي مش كتيره يعني, بس من انتهاء دورك في الملعب, بتشوف برضو دلوقتي التطوير اللي حصل في النادي الاهلي على كل الاصعده, بتشوف نفسك تحقق ايه مع النادي الاهلي؟ كان طموحك تعمل ايه مع النادي الاهلي؟ خلينا نسمع منك. انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا ودي بتزعلني, ممكن خارج الموضوع شويه, بزعل الاول لما بيكون ناس لعبت في النادي الاهلي وما لهاش دور دلوقتي موجود في النادي الاهلي, بيبقى في هجوم كبير جدا على النادي الاهلي, ما اعرفش ليه. هو انا اصل النادي الاهلي ده, انا بالنسبه لي انا اتربيت في النادي الاهلي, انا بلعب وانا عندي 11 سنه, لعبت مثلا 10 سنين ناشئين ولعبت 4-5 سنين فريق اول, خدت بطولات مع النادي الاهلي طبعا. خلال السنين دي كلها بعديها كل شغلي خارج النادي الاهلي,
اولا ما باجي مثلا بتكلم عن النادي الاهلي، الحمد لله كويس جدا، عايز النادي الاهلي يبقى على طول في المركز الاول، مع ان انا في ماتشات كتيره جدا اشتغلت في الدوري الممتاز مثلا، اذا كان الانتاج الحربي للفريق الاول، سموحه للفريق الاول، اشتغلت لاعب النادي الاهلي في اوقات كتير جدا و... بس اللي في القلب في القلب في المباراه نفسها بلعب النادي مبسوط جدا، بس عايز اكسب، ده طبيعي، ده عادي جدا طبعا. بس عايز اكسب المباراه، بس عايز في الاخر النادي الاهلي هو اللي ياخد البطوله، عايز النادي الاهلي هو فبزعل جدا لما بشوف اي مثلا نجم كبير في النادي الاهلي او اي حد كان موجود في النادي الاهلي ويحصل اي لقب، بحس ان ادام انا مش موجود يبقى بحس ان ايه يعني ناس زعلانه من جواهم انهم مش موجودين. يعني لو في فرصه متاحه او غيره اكيد هيتم الاستعانه أكيد. ومش ده النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي ده فيه نجوم كتير جدا على مرور السنين، كل دول هيشتغلوا ازاي في النادي الاهلي؟ يا احمد انت من خيره ابناء النادي الاهلي ورمز من رموز النادي الاهلي ونجم من نجوم النادي الاهلي، ده شرف ليا. بص ده شرف ليا لفترات طويله الحقيقه. بص ده شرف ليا وكلنا اسم مثلا كان احمد عفتة او اي اسم تاني، كفايه ان مكتوب لاعب النادي الاهلي السابق، دي بالنسبه لنا شرف لينا، بتخلينا في اي حته واحنا ماشيين او احنا ناس بتشوفنا دي حاجه عند ربنا الحمد لله راضيين بيها. الحمد لله يعني الحمد لله نورت الدنيا كلها. بجد كالعاده يعني اشكرك جدا.